شمنا بانوح والموسم طويل يا ناس شمنا بانوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام على شاشتكم شاشة قناة الريان الفضائية. نواصل معاكم لليوم الثالث على التوالي تغطيتنا الخاصة لمهرجان كتارة السابع للمحامل التقليدية والذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. يا مرحبا بكم ويا مرحبتين فيك يا اخوي خالد. مرحبا اخوي حمد ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام واعزائنا ايضا المستمعين في تغطيتنا الخاصه لمهرجان المحامل اللي اصبح تقليدا راسخا تحرص كتارة على تنظيمه سنويا كتظاهره ثقافيه كبرى تحتفي بتراثنا البحري اللي يشكل جزءا اصيلا من موروثنا الشعبي في قطر وايضا دول الخليج. مو ان احنا مشاهدينا الكرام نتكلم عن دول الخليج فاحنا عندنا ضيوف من دول الخليج مشارفين. نبتدي بالوالد يعقوب بن يوسف الحجي. مرحبا ومسهلا فيك ابو يوسف معانا في هذا الاستديو. يا مرحبا وغلا. الله يطول. يا مرحبا. وايضا معانا رئيس اللجنه المنظمه او احد اعضاء اللجان المنظمه اللي ودك. اي احد اعضاء اللجان المنظمه جهاد الجيده. مرحبا ومسهلا فيك. الله يحييك يا ابو محسن. يا مرحبا وغلا. وايضا معانا اليوم مبارك الهاجر رئيس لجنة الغوص. مرحبا ومسهلا فيك. مرحبا ومسهلا فيك. يا مرحبا. وايضا ضيفنا الدائم عبد الله بن محمد الغيلاني من سلطنة عمان. مرحبا ومسهلا فيك. سعيد اكون معكم يا سيدي. واحنا اسعد. الله يبارك. الله يجزاك خير. وايضا اليوم معاي اللي مشرفنا ابوي الوالد احمد بن عبد اللطيف المسلماني. مرحبا وغلا يا يبا. من بداية التغطية وانا اقول ابي ابوي احمد المسلماني يكون معنا في الاستديو. هو المسؤول. ها هو المسؤول. هو يقول لك يبوي. ها هو وهو عزيز غالي يا ابو فهد. الكل يبغيك لكن وين نصيدك عاد احمد.
يعني ما بغيت ادري الكتار وين العمل السنه هاي بس شفتها طلع على الشاشه ولا ما شفتها اول امس معانا شفته استنكرت اللحيه انا شلون شنو هي اللحيه ما عرفت ما عرفت مت رب اللحيه مت استوى مطوع يقول لا لا مش لا لعبوا لازم منظمه لازم يصير مطوع لازم مطوع هذه الساعه المباركه فيكم يا مرحبتين فيكم عندنا في استديو قناه الريان يا مرحبتين نبدا الله يسلمكم اول شيء مع الوالد نعم احمد المسلماني شو اخبارك يبا الحمد لله هاي الساعه المباركه يبا مرحبا ومسهلا يبا شو تشوف في هالمهرجان عندك ايش رايك فيه كمهرجان تراثي بحري ما اقدر اقول شيء ما اقدر كل شيء عدل شلون عطنا اشرح لنا ايش شفت يبا شو الاشياء اللي شدتك اللي اشوفه كل شيء عدل مثل يبا يعني ايش الاشياء اللي شدتك لا خشب لا عرض لا شيء كله عدل مرحبا الله حيه مرحبا ناخذ حسن الكعبي ونعم كيف الحال مرحبتين شكرا طيب مرحبا يلا حيه مرحبا وغلا كيف الحال هلا ان شاء الله يا مرحبا مسهلا مرحبتين مرحبا ناخذها شلونك ساك طيب وراشد مرحبتين حياك الله يحييك يا مرحبا بك يا مرحبا وغلا مرحبا باك يلا حالك عساك طيب يا الربع عساكم طيبين طيبين الله يعافيك حسن نعم. ابداع امس في الدي تي ال طلعنا من العماره عماره اهل شرق شلون ما شاء الله عليك اقول ابداع كل شيء عندك قديم ومعتك الله يسلمك بنسولف ان شاء الله عنها اكثر لكن الوالد يسولف احمد المسلماني عن مريت على عماره شرق يبا شو اللي يذكرك الوضع هني هذه مثل عماره الخال الاول الله يرحم الخال كل شيء فيه اي كل شيء فيه شي ذكرك فيها هالمكان هذا يوم شفته تذكرته عمارة اي نعم عمارة ذكرتني عمارة الخال الأول عند الخريس هنا إيه الخال يبا الخال عمارة الخال هي إيه؟ بنعتي عمارة الخال منو يبا الخال منو خال من خال من عيلة الخال اي من عيلة الخال اي نعم اي نعم عبد الله الخال عبد الله ما شاء الله ابو احمد السفير اللي اول في المانيا صحيح إيه؟ عمه ابو عبد الله ذاك صليخ هذاك الاول كله يسافر يروح ما حد في قطر الا هو راح يضرب تقواصه السفر الهند إيه هو اللي ضربت غواصة ولد الخال هذي هاي ضربت غواصة يبا إيه غواصة شو ضربت غواصة يبا ضربتي يعني ما دم حط علم ما حط عرض علم عندهم خبر عن الكويت الوالد يعقوب عندكم أنتوا القصة موجودة قالوا إنها في الكويت نعم إيه؟ أنا وثقتها في كتابي إيه؟ إيه؟ نواخذ صناعة السفن كان سفينة كويتية تمشي ولد الخال كذلك قدامهم فجأة لقوا ولد الخال وسفينة تغرقت ولد الخال يبا من قطر طالع من الهند إيه من قطر زين وين يبي الهند هم رايحين الهند ايه؟ راجعين ايام ايه؟ الحرب العالميه الثانيه ذاك الوقت كان في غواصات المانيه ويابانيه يعترضون السفن هذه ايه؟ اذا انت رفعت فرجه بيضة يعني انا مسالم ربما يتركونك ايه؟ اوقات طلقه واحده ويغرقونك ولد الخال حظه سيء اطلقوا عليه وراح كان اكو سفينه كويتيه خلفه شهدت القضيه هذه وناخذها مالها رواها لنا سجلتها انا في الكتاب موجود الكتاب يا دكتور عندي موجود الكتاب عندك شو اسم الكتاب دكتور اسمه صناعه اسمه نواخذه السفر الشراعي في الكويت نواخذه السفر الشراعي في الكويت هل عندك منها نسخ هنا عندي نسخه عندي عندي موجود ترى انا ابغيها ان شاء الله ان شاء الله تلحق خير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ايضا موجود عندي الاول نعم صادق قايل ما هس كله شر وبعدين يبقى الحين فتح الخير ان شاء الله بيكون على وطر الاول فتح الخير احنا بينطلق ان شاء الله بناخذ محمد بن يوسف الساده بيروح الكويت وبيروح عمان باذن الله على سنة الاول شراع وامس كنا ملتقين فيه على البوم ومثل ما قلنا الحين يبقى دامي ابن طاري البوم والمحامل الحين عندنا انواع المحامل هنا الحين نبي نسوي يبقى مقارنه بين مسميات هل الكويت وهل عمان وهل قطر نبدأ أول شيء في هالمحمل. جلبوت. وش هالمحمل؟ هذا جلبوت. في عمان شو يسمونه؟ إحنا نسمي جلبوت وفي له اسم ثاني نسمي كس لأن جاي سيده. إيه. كس يعني. أنا بس ببين الفرق يعني هذا لأن هنا. هذا المقدمة. إيه هاي المقدمة هنا جاي لأن سيده هذا. صدر صدر. والأكتفر أكتفر. أكتفر رجعة. بالضبط. أكتفر رجعة. أيوة. البحرين هاي وشرتهم. هاي وشرتهم. الكويت الشيء يسيح شوي. من هنا يسيح الميل يسيح الميل خلي شويه هاي البحرين حق الجمال شويه اي يسيح الكويت شوي خلي يعني نازل شويه بدا وانتوا شو تسمونه في الكويت يبا هذا نسميه جلبوت جلبوت البحرين جلبوت وفي كل احنا اليوم انا وحمد يعني الله يجزاه خير حمد راح جاب لنا هذه السنابل عشان نبين للمشاهد الفرق انا ما اقول جلبوت اقول بقاره اقول بوم اقول
اعرف شنو الفرق. الفرق اصلا في التصميم. نعم، مو بس بالتصميم والاستخدام، بالتصميم وهو سفينة غوص. هذا سفينة غوص وليست سفن نقل شراع الى الهند او اليمن، لا هذه فقط للغوص على اللؤلؤ. نعم. وشلون تفرق في المحامل اللي يبغى؟ الفرق بين المحمل مثلا المحامل الثانيه يفرقون في فرق هجلبون. الفرق كله يكون من قدام شاط البحرين. الكويت شوي سيح الميل شوي، يعني بدل يكون سيده شوي غليل شوي مايل، يعني مايل شوي عيل خروح. نعم. احنا يعني هذا شنو الحين الجلبوت. هاي الجلبوت ودام يبنى طارح. الحين الجلبوت ومحمل غوص، بطولة الغوص عند اخوي مبارك الهاجري. المحامل اللي يستخدمونها الحين في بطولة الغوص، هل هي جلابيت ولا في محامل؟ لا مكس، بس لو محصلين نفس الجلبوت هذه بيكون افضل حتى حق الغيص. صحيح. ليش؟ شو السبب؟ شو الميزة؟ عشان يطلع بسرعة اصلا. يطلع؟ ايه قريب من هبيط، يعني هافي ينزل ويطلع. ناخذ كلوز بس عشان نعلم وش التريج. هاي التريج مكان ما بيركب الغيص. هذا التريج نازل من البحر. من البحر نازل. نازل من البحر في الغيص. يعني خلي يطلع يقدر يمد يديه ويركب. نعم. مبارك، المحامل اللي طلعتوا فيها حق الغوص اللي هو مسابقات الغوص مش كلها جوال بيت؟ لا 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 مش كلها. شنو هي؟ والله في انواع منها، بس احنا مثل ما تقول نفس السنابيك. الاغلبيه سنابيك. شو الفرق بين السنبوق؟ احنا وين السنبوق موجود هنا؟ هذا هو السنبوق. الحين السنبوق هذا السنبوق. هاي السنبوق. هذا هو السنبوق. هاي السنبوق. شو الفرق بينه وبين الجلبوت الحين؟ فرق وايد يبا. مثل الميل. شو الميل؟ الميل الرقعه. الميل الجلبوت كان سيده. اي والسنبوق عندك مايل. مايل هذا الفرق يبا. هاي الفرق. اي السنبوق. زين انا بيوسف. نعم بيوسف. هذا الحين اذا كان سيده الحين الميل. نعم. او مايل. نعم. شو اللي يعطي فرق في السفينه؟ ما يعطي فرق وايد، انما يجمل السفينه حسب التصميم. مثلا صناع السفن في عمان الغنجه مالتهم يعطونها شويه انحناء تعطي جمال من المقدمه للسفينه، انما حق السرعه وهذا ما تفرق كثير. ما تفرق. هذا السنبوق في الخليج للغوص. في عمان اكو سنبوق اكبر للشحن للنقل البحري. اي نعم. نعم. فاكو نوعين من السنبوق. هذا اخونا من عمان. ازيد على كلام الدكتور. نعم. فين الغنجه جايه بشكل دائري؟ الغنجه وش مو موجوده هنا؟ هذه موجوده. اي واحده؟ هذه الغنجه العمانيه. يعني لا مش غيرها. هذه البغاره. هذه ثانيه. اي هذه بس في اختلاف. اي تفضل. ايوه هاي بعد بتيل. ايوه هذه ايوه هذه الغنجه العمانيه. زين نسميها بتيل عندنا. عنده بتيل. اي في الراس في طير الهدهد. طير الهدهد. اي شكل على طير الهدهد. نعم. النواخذه في عمان يتفائلوا بالهدهد. بالهدهد. هاي معلومه جديده. اي نعم. زين ولكن التفر احنا نسميه هذا التفر. اي هذا الصدر. اي وهذا التفر. تفر مش رقعه. احنا نلاحظ انه مش رقعه. لا اي ميل. لا هي ما لها. اي ايوه ميل. احنا لا احنا يفترض مثل هذا التفر. نعم. الحين البتيل ناخذه. نعم حسن يبا انتم طلعتوا محمل فتح الخير رقم واحد. نعم. في البتيل. في البتيل. في البتيل. نعم. من صناعه قطر. نعم. احنا في قطر نسميها بتيل وانتم تسمونها عندكم في عمان وهي شو تسمونها في عمان؟ هذه الغنجه. القنشه. اي نعم. احنا نسميها في الدوحه بتيل. البتيل اللي رحت فيه محمل فتح الخير. الغنجه تختلف. الغنجه ولا الغنجه؟ الغنجه. 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 جيم. لها رقعه. الغنجه. الغنجه لها رقعه. الحين بطلع لك. الغنجه لها رقعه. اي هذه مش الغنجه قدامك. هذه هذه اللي اشر عليها. اللي اشر عليها هذه. هذه الغنجه. هذه الغنجه. هذه الغنجه. هذه الغنجه. نعم. الفرق بين الغنجه والبتيل الرقعه اللي ورا. اي وضع الرقعه. اي مال السفر الاول هاي كامله. ايه كامل جاي كذا. ايه وهذا حتى لو تلاحظون احنا نخلي طير هدهد فوق. ايوه بدال هالقطعه طير يكون. ايوه بالضبط. هذه تدري ليش الرقعه هالشكل بالطريقه هذه؟ ايه هذه لو معاهم حريم يحطونها في الرقعه. تشوف اللي في الجنب. كلام صحيح. لو في حريم معاهم ولا شيء تعال خلينا نعرضها للمشاهدين. تفضل. يعني ما شاء الله كانوا انتصرون فيها الرقعه ذي. لا على الجنب. ايوه هذه الله يسلمك. أيه؟ هذه مفتوحه من داخل المحمل. ايه مفتوحه لو معاهم حريم ولا شيء يحطونها داخل. هذه الحين الغنجه العمانيه. هذه الغنجه العمانيه. اي نعم. هذه القطعه. ايوه هذه من وراء تكون رقعه.
من ورا تكون رقعه مش ميل نفس سلمت مش ميل نفس هذا ودائما الرقعه فيها نفس دائما يهتمون بالنقوش هذا الفرق نعم هذا الحين تفر هنا رقعه هاي رقعه وهنا تفر ايوه مش رقعه هاي الفرق بين البتيل وبين الغنجة لا في فرق كبير من بين البتيل والغنجة زين اللي هو الميل اللي ميل التفر لا مو من ميل التفر البيص البيص بعد البيص يكون قطعتين مو بقطعة واحدة البيص اللي هو البيص تحت هذا هو البيص تحت هذا حمد هذا البيص عشان اشرح حق المشاهد خاصة البتيل ما يك بيص واحد يختلف عن باقي المحامل كلها ولا لا يا دكتور؟ لا عدل عدل فالبيص البتيل شوفه مختلف حسن احنا نقول يعني بتيل ولا بتيل؟ بتيل 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 مو بتيل اي شوف والرقعة تختلف عن البوم عن ال فشوف انت لو تلاحظ البيص مو بسيدة قطعتين البيص ايه قطعتين وما تركب له ما تركب له متينه دومي يقول عنه دومي كله دومي كله دومي اي دومي وش يعني بغير من شراء بدون شراء بدون ماكينه بعدين البتيل كله دومي اصلا ليش اسم البتيل تدري ليش اسم البتيل ليش العائله اللي سوته في الهند هي من عائله يعني البتيل اسمهم يلقبون بالبتيل يعني البتيل اسم عائلة هندية اسم عائلة هندية سمعت هذا الديزاين نعم التصميم نعم فسمي عليها خل عندك حسن أنا بس هذا البتيل الحين اي نعم أنا بيعطيك النوع الثاني اللي هو بعد فيه ميل من وراء اللي هو البوم البوم أنا بعطيك البوم نعم اشرح لي الفرق بينهم هذا البوم صح؟ نعم هذا البوم هذا البوم هذا حسن خلي عندك اشرح لي الفرق بين البتيل والبوم في فرق كبير من بين البتيل ومن بين البوم شو الفرق شنو شوف الفرق هنا البيص شوف يا ابو محسن شوف سلام يا حسن البيص البيص هنا سيده ايه هنا البوم يركب له اشراع ويركب له مكينه بس البتيل شوف ما تركب له مكينه ليش لان البيص ماله معكوف من ورا شوي تبغى طالع على فوق شوفه طالع على فوق انزين هناك تركب له ماكينه هني تركب ماكينه ويركب له اشراع يركب له اشراع شنو المصطلح اللي قلته الاشراع دومي دومي دومي, دومي. اي كل المحامل اللي من غير ماكينه دوم دومي ايه بتحصل ما هذا الفرق بين البتيل وبين البوم البوم في بعدين عندك الفنه تختلف من البوم والبتيل اي وين الفنة أشر عليها؟ الفنة شوف الفنة داخل هني ايه الفنة التفرية تختلف عن البوم عن البتيل البتيل البوم في نيم تحت فيه؟ نيم يسمونه النيم النيم اللي هو تحت الفنة تحت الفنة هذه عشان يحطون فيه ستور يعني؟ يحطونه حق الحمال يشيل أكثر ايوه حلوه احنا يعني ما ودنا نكثر من المعلومات على المشاهد عشان يستوعب شوي بنتكلم عن وبنتكلم ان شاء الله عن اجزاء السفن ايضا بعد انت عندك اجزاء في السفينه نفسها بنتكلم عنها السنبوق يختلف عن الشوعي بعد حلو هاي الحين اللي بتكلم عنه سنبوق انا عندي الحين يختلف عن الشوعي وشوعي انا اشوفه بنفس الديزاين لا مش نفس الديزاين شو الفرق بينهم من قدام الميل القدامي تحصله معكوف عقف هذا اللي هو مايل اللي هو الميل القدامي حق وشو هذا حق الشوعي 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 هذا السنبوك السنبوك سيده السنبوك جاي الميل سيده وهذا معكوف شوي وهذا معكوف هاي الفرق اللي بينهم بس هذا الفرق اللي بينهم اللي انا بعد انا شوف يقول لك العين ما تعلى على الحاجب عندي ابوي احمد المسلماني انه اي لا لا احنا مخلينا ناخذه يعني ما شفت اللي قاعد يمتحن وهو يراقب عليك نعم وعندي الدكتور يعقوب صراحه نعم اعطاه صور في الرابع الباقيين اكيد لكن يبا ابو يوسف نعم شفت انت الحين تكلمنا يعني بصفه نعم. سريعه وملخصه نعم. نوضح للمشاهد الفرق نعم. بين الاشياء حتى انا عندي انا معلومات نعم. انا اول مره اسمعها الحين نعم. الفرق بين الشوعي والشنو نعم. والسنبوق انه بس الميل اللي قدام نعم. يعني بس نعم. فرق بسيط يعني اللي مو في البحر ومتعمق يعني في البحر يعني شويه عاده الشوعي حجمه اصغر من السنبوق يكون عاده والجلبوت وين يصير بينهم
غير عنهم؟ غير عنهم يختلف. وين الجلبوت الحين عندك؟ هذا الجلبوت. هاي الجلبوت. هو يعتبر الأصغر بينهم، بس الحين في الحجم عندك ترى هو أكبر. إيه لكن هو حجمه أصغر. جلبوت الميل. أيوة الميل سيدا. المول الميل ويكون يكون هافي يعني مثل ما تقول. نازل. هافي نازل. إيه هافي يعني نازل. حق الغوص. حق الغوص. حق الغيص إنه يركب. بسهوله. احنا الغوص الاول، والحين عندنا الغوص الحين مبارك الهاجري. مبارك مسؤول فعاليه الغوص ومسؤول بطوله الغوص، نقدر نقول كم مشارك عندكم؟ شلون صارت اليوم؟ هل هي تصفيات نفس الشراع او هي بطوله اليوم واحد؟ تعطينا نبدا عن البطوله ونتائجها. اول شيء انا كنت بتكلم عن البوث. أول مسابقة صارت اللي هي مع كأول سنة افتتاح اللي هي قناة الريان. إيه. عملوا مسابقة شارة الريان. إيه نعم. مات الغوص. كانوا فيها جلبوتين اللي هو على ما أظن أم البرنيوش واليازي. أم البرنيوش واليازي. إيه. وأنا كني سمعتك مبارك تنهم فيها. كنا نهم. قبل أنا. لا الحين نهم. إنزين. فمثل إحنا أنتم. ما انتم شايفين يعني تخليدا لذكرى الغوص او صناعه الغوص التي اشتغلت بها معظم الاسر الخليجيه في السابق، وتكون لها الاحترام والتقدير. يعني انتم مثل ما انتم شايفين اداره الشواطئ عملت قريه او فريج يواكب فرجان قبل، ومن ضمنها كانت دشه امس بعد تواكب الدشه اللي كانت فيها الاباء والاجداد. اليوم دخلوا المسابقة الفعلية الساعة 8 الصبح. هم تحركوا الساعة 6 إلى مكان الهير اللي هو بري العسيري. اي نعم. اليوم ناخذ المجموع باكر عندهم بعد المجموع. يعني دشة اليوم ودشة بكرة؟ اي نعم. على كم يوم؟ على يومين إن شاء الله. على يومين. اي نعم. من يجمع محار أكثر؟ هذه هي المسابقة. اي نعم. بدون ما تضر بالمحار يعني بدون ما لا بدون المحار يعني بيرجع المحار مره ثانيه. شلون طريقه الاليه اخوي مبارك؟ هل محار ياخذونه ويرجعونه على طول او يتم جمعه ويعده وعقب يرجعونه؟ لا اول شيء ينعد. ينعد اول شيء. لازم ينعد. وهل يتم الحفاظ عليه مثلا؟ ينحط في باسكتات فيها ماء عشان ما يموت. مش بالوزن يعني مبارك؟ لا مش بالوزن. بالعدد. بالعدد. يعني هذا يكون مشقه كبيره حق والله مشقه لان حاليا النتائج اللي جاتني جميع الفرق كلها بالالاف ما شاء الله. بالالاف ما شاء الله. كم عدد الفرق عندك مبارك السنه؟ عندي خمس فرق حاليا. خمس فرق ما شاء الله. اثنين من الكويت، فريق صباح الانسانيه بقياده النوخذة حسين الهولي. اي ما شاء الله. وفريق فتح الخير بقياده النوخذة عبد الله الراشد. هذا من الكويت. اي. ومن عمان فريق صور بقياده الناخذة اشرف العريمي. نعم. فريق الاشخره بقياده راشد الماردي. هذا الاشخره فريق قطري؟ الاشخره لا عماني. 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 الاشخره. وفريق البيص من قطر بقياده الناخذة خلف حسن الخلف. نعم. الله يوفقكم ان شاء الله. اخوي صابر. تكلم عن بطوله الغوص الحين صح؟ جهاد. اخبط بينك وبينك. الله يحييك ابو فهد. بطوله الغوص عند مبارك، البطولات الثانيه الحين عندنا الحدائق عند البطولات كلها. لا ما نبي احنا نقول رئيس عشان احنا طبعا البارحه من الساعه 12 فتحنا حق انطلاقه اللي هو الحدائق واللفاح. الحدائق اللي هو مش حدائق السيف. لا المحامل احنا نسميه سنيار المهرجان. عندنا السنيار طبعا خلينا نقول السنيار العود اللي هو في شهر 4 اللي شارك فيه حوالي يمكن 60 65 70 محمل. بس عندنا السنيار المهرجان السنه شاركوا فيه حوالي 12 محمل ما شاء الله. 12 و13 عفوا. انطلقوا البارحه من الساعه 12 في الليل، كل واحد خذ الحكم عنده يبات معه في المحمل. واعطينا احنا كنا خلينا الانطلاقه الساعه 5 الفجر، بس امس عملنا اجتماع مع النواخذ الساعه 7، فصار اقتراح ان المحامل تطلع الساعه 12 في الليل. اللي يبغى يطلع 12 احسن، 12 ونص وحده على اساس انه يلحق يبندر ويقعد ويرتاح. الموقع وين؟ حدق ماله مفتوح. بحر قطر كله مفتوح ما شاء الله، لان انا محدد بوقت. اي نعم. فيعني اقول لك انت لازم تحاسب اذا مثلا انا عارفه بطوله السنيار عندنا مكان محدد. عندنا مكان محدد يعني خلينا نقول واحد بيطلع مثلا، خلينا نقول انا بحدق في الديبل، كم ساعه يبغي لنا الديبل؟ لا يبي له وقت خاصه طالع محمل. حدائق ولفاح حدائق ولفاح والسمك كله مشروط مع بعض.
ها يعني مو الفحم مفروحه ولا لا 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 كل السمك معرض كل السمك بالوزن بالوزن هم شايف. عندهم الحداق يبدا من 5 الفجر ل 5 المغرب ل 5 ونص المغرب حداق ولفاح ثاني يوم الجمعه نفس الشيء من 5 الفجر ل الساعه 12 الظهر يعني هم الحين في البطوله لا الغزل هنا في السيف عندنا هم الحين جهاد في البطوله هم الحين في البطوله شغالين بكره الجمعه ان شاء الله الجمعه بكره بعد حدقون الصباح ويعودون الساعه 12 عند الكورنيش الدوحي ليش في بيصير مسيره انا بيصير بكره اي الله يذكركم الشهاده بكره ان شاء الله في مسيره كبيره مسيره احنا سميناها الولاء والطاعه نعم طبعا مشاركين فيها كل الوسائط البحريه سواء عندك سكوتر عندك محمل عندك طراد عندك يخت عندك جت يا مرحبا تعالوا شباب يعني دعوه تقدمها جهاد اي والله احنا نقدم هاي الدعوه على الهواء مباشره حق جميع مرتادين البحر اي نوع عندك حتى حصري عندنا حتى بالنسبه حق يعني خلينا نقول السواح اللي على الكورنيش الدوحي لو يركبون المحامل هذه مالت الكورنيش مالت السياحه ايه؟ وبعد يرفع علم بعد الساعه المباركه ما شاء الله وطبعا احنا نشكر هنا يمكن اداره خفر السواحل اللي تعاونوا معنا على اساس اللي هو التنظيم هذه المسيره انها مسيره كبيره ان شاء الله بتكون على كورنيش الدوحه اخواننا في الاعلام اخواننا في السوشيال ميديا الكل اعلن عنها ايه؟ فهي مسيره الولاء والطاعه ان شاء الله بكره تنطلق من تقريبا الساعة 3:30 من 3:30 ل 4 لف على كورنيش الدوحة بعدها بيكمل فتح الخير طبعا احنا راح نودع فتح الخير نطلع من الساعة 4 وربع 4 ونص خلينا نقول 4 وربع بيطلع من شاطئ كتارة بيمر على الشرتون وبياخذ لفة مع المحامل بيجي النرويس لازم يكمل رويس بيجي رويس بيمر عندنا ها لازم يمر عندنا ايه بيقعد عندنا وبعدها بيكمل وبعدين بيكمل على الكويت ان شاء الله على الكويت الله يحفظ الكويت نوجه الله يسلمك شكر خاص حق اداره امن السواحل والحدود جزاهم الله خير الفتره اللي راحت وخاصه الفتره الجايه بعد ذي بيكون عندهم مجهود كبير تنظيم نفس هالفعاليات عندك أكيد. مثل ما قال سكوتر وطراد ويخت ولنجات فبيكون عليه عبء كبير عشان صحيح. يسيطر على هالوضع وان شاء الله انهم يتعاونون يعني كل بالعكس ما يصرون بيروحون يبا يعقوب دكتور بيوسف بيروحون الكويت ان شاء الله بيجونكم هالقطر باذن الله واذا الله يعني سلمنا ان شاء الله نكون في استقبالهم جلستهم المرادم انا احاول مع صديقي ما منكم قصور ما منكم قصور ابد يا الكويت وهذه اصلا رساله حب نوجهها لكم من شعب قطر الى شعب الكويت اللي وقفتكم هذه ما هي بغريبه عليكم ما هي بغريبه تستاهلون انتم تستاهل خير يبا انا بشدك انت مساحنا نسولف معاك تقول لي انا احرص دائما ان انا اكون في هذا المهرجان نعم. كل سنه نعم. فانت شلون شفت المهرجان من نسخته الاولى الى النسخه السابعه حاليا انا حقيقه يعني واي شيء انت يعني مو بعاجبك في المهرجان نعم. قول لنا عنه يعني نعدله ونسويه ودي اشعر باني بس مداح انا نعم. مرتاح ومستانس هاي السنه السابعه لي ما شاء الله وقلت حق الاخوان انتم تونسون اسبوع واحد يكفي عن سنه كامله صحيح. من ضيقه الخلق اللي واجهها بهالدنيا فانا انتظر شهر 11 كل سنه نعم. والسنه قلت عسى ان شاء الله ما يوقف المهرجان انتم اكرمتونا انكم استمريتوا فاستنبهتنا استمرت واحنا وانتم اكرمتونا بزيارتكم الله يطول الله وجهكم انتم واهل عمان والله بالعكس حياكم الله مثل ما تفضل بجي ان شاء الله فتح الخير 2 جات وشخصيا كنت في استقبال فتح الخير 2 نوخذ كان موجود والحمد لله رب العالمين والآن بدي فتح الخير 3 ولهم قلوبنا قبل أجسامنا وعيوننا قبل أجسامنا حياكم الله تحلكم أهل قطر وترحالكم وتوصلوا بالخير إن شاء الله وربنا يوفقكم بالعكس ما إن شاء الله عندكم اهتمام ما بعد اهتمام ما شاء الله عليكم والله يبارك يعني معكم اهتمام نحسدكم عليه الله يجزاك خير الله يجزاك خير اللي عندنا عندكم يا هلا الله يبارك فيك الله يبارك انتوا واحد لا لا انا شهد انا شهد انا شهد ما ودك تروح وياهم فتح الخير يبا فتح الخير بيروحون قالوا الكويت وعمان انا هدم انا 40 سنه في البحر لا يبا شلون تهدم يبا يبا شلون تهدم ناخذه ناخذ بس خلاص بعد كم ناخذك كبير 40 سنه في البحر 40 سنه وزاره ما يف ها زاره ما يف زاره ما يف انا على الله ما اقدر اقول شيء يبا الحين 40 سنه ما شاء الله في البحر 40 سنه اجل 40 سنه غوص ولا بحر غوص غزل قيل قرقور وش تغزل ما شاء الله الحدود اللي اخذت السعوديين منها كلها رحنا منها على البحر الجنوب يعني الجنوب اللي موصل لهم دوحه الطلاب منها ما شاء الله صوب السلم للسلم وصل ايام شتي اربع خمسة ايام وتحصل في فرق يبا عن سمكه الاول وسمكه هل في سمكه لين الحين يبا بركات الاول غير يبا الاول موجوده السمكه الاول موجوده 11 12 فرمن الحين ما حد وين كل كله ممنوع السمك خلص ولا ما لا السمك ما خلص السمك ما خلص واكثر سمك وبادره سمك هني عندنا بس مو بجليل الحين الحين هالسنين ما صار جليل السمك الحين جليل يقدموا يبا
من ناخ من مسعيد ليركن كل عندهم الفشوت ما شاء الله الفشوت كلها لكن ما تم فشوت ما تم فشوت كله عندهم يبقى ما بحر صوب الشمال ايوه ما بحر صوب الشمال تعال معي بروح شمال في سلسة هناك لا شو راح يروح راح ملونين يبا ان شاء الله يرجع ان شاء الله الحين جهود البيئة ان شاء الله ان والقوانين اللي تسنها ان شاء الله باذن الله نترد الحياة البحرية ان شاء الله مثل قبل احنا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام وايضا معانا مراسلينا وندبة قناة الريان المنتشرين في فعاليات كتارة معانا عبد الله بن عيسى الخليفي وايضا معانا غانم المعاضيد مرحبا مسهلا فيك يا غانم يا هلا ومرحبا فيك اخوي خالد ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم طبعا احنا طبعا ارحب بك يا ابو محسن وارحب ايضا باخوي حمد وارحب بضيوفكم كلكم رجعنا لكم احنا طبعا في هذا اليوم في تغطيتنا المستمره والحصريه للمهرجان لمهرجان كتارة السابع للمحامي نبي نكون معاك باذن الله وايضا معنا اخوي عبد الله بن عيسى الخليفي عبد الله بن عيسى الحين ماخذ الثاني ولا اليوم تاخر ولا وهذه نتائج نبي علومك عبد الله مرحبتين اخوي خالد مرحبا. الله يمسك بالخير يمسك الله بالنور انت واخوي حمد يمع وضيوفك عطى اللي عندك يا عبد الله بالنسبه حق الموضوع اللي كنتوا تتكلمون فيه انتوا الحين على المحامل طبعا ما شاء الله كتارة ما خلت شيء متواجد عندنا هنا راعي مصنع في الهند اسمه هاشم أحمد متواجد عندنا هو شخصيا ومشارك بنشرح لكم عن المحامل وياه إن شاء الله هاشم أحمد ما شاء الله كم سنة ما شاء الله أنت مشارك في كتارة كتارة صار لي 7 سنين أنا ولد كنجي أحمد من كاليكوت شركتنا بدأ 1885 جدي نحن نتعامل مع الخليج يعني تقريبا 125 سنة قطر بحرين كويت إيران يعني الحين نحن قبل 5 سنة نحن سويت وعد محمل حق شيخ تميم ما شاء الله زين ممكن تكلمنا بس عن هاي الأشياء اللي هذا أكبر صندوق نحن سواه حق شيخ تميم 150 قدم طوله هذا الحين صار لي قبل 6 سنة نحن سواه الحين موجود في قطر هذا ثاني نحن جدي سواه قبل 100 سنة حق المعرفي كويت ما شاء الله من كم سنة؟ قبل 100 سنة 1916 ما شاء الله بعدين هذا فتح الخير الذي تروح بكرة حق الكويت وهذا هذا أصل نحن سواه حق واحد قطري محمد حميد يوسف هذا عقل حمول الحين هذا قبل 45 سنة نحن سوى هذا فتح الخير زين هل بيسافرون فيه بكرة؟ بكرة نعم هذا كان أول مال حمول بعدين هذول غير يعني حق الرحلة لا لا إن شاء الله بيصلون على خير يا شباب هاي اللي بيروحون فيه إن شاء الله بكرة فتح الخير اللي بيروحون فيه إن شاء الله الربع الله يحفظهم ويوفقهم إن شاء الله بنرويكم بعد عنده بعض الأشياء بيروينا إياها تفضل هني هني تعال مني هذا سوينا سامبل في بوم صنبوك قنجة هذا كل هذا موديلات مال تحميل كبير لكن هذا كله يعني الناس يشترون حق بس هذه قلت لي المجسمات هذه الحين حق الحمال الاشياء ثقيله يعني اي نعم اي نعم هذا بس كل موديلات يعني موديلات حق اللنجات الذي اول سوي في من 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 الاسماء اللي عندك اسماء انت تتذكر اسماء من قطر جووك هناك شروا من عندك ما شاء الله اول محمد الخال فخرو بعدين علي بن خليفه الهتمي علي هيدوس عبد الله عبيدلي هذول كان عمل مع والد قبل من 70-80 سنة قبل يعني ما شاء الله وشيء جديد الحين جديد نحن الحين وكيل ورشه العميري ورشه العميري حق تصدير الخشب نحن وكيل نحن صدرنا قبل 4 سنة ما شاء الله وبعدها تشوف عندك اشياء عنده يا جماعه اشياء ابو محسن احنا نتكلم عن الاشياء اللي انتم تكلمتوا عنها الحين بنخدمكم عنها في اشياء قديمه هذا كل اشياء مال نابل برودكت مال سفن اول مال جي بي اس هذا درب اكيد ديره عندهم وعندهم دربيل يا جماعه هذا كله مال 100 سنه قبل ويمعه ابو محسن شوفوا ليتات الملاحه هاي ليت الحمر مال نافيجيشن الحمد لله شوف الاول شلون كانوا وشوف احنا الحين ما شاء الله وبعد فواتير مال الاربعينات بعد عندهم ما شاء الله عندهم فواتير ما شاء الله من الاربعينات مال قطر
البحرين هناك هناك في موجود برويكم الفواتير. اول كتاب نحن كله بالعربي. وهاي شو اسمه؟ هاي هذا صنبوك، هذا موديل لاق صنبوك يعني نحن سويته خاص يعني ريبليكا. هذا بعدين هذا بعد في بغلا. هاي اللي بغلا؟ اي نعم اي نعم اي نعم. هاي اللي بغلا هناك. إيه انا ابي رابيك هذا فاتورات يعني اذا تقدر تشوفه. هذه اللي بغلا الحين. اي نعم اي نعم اي نعم. الحين نبي نشوف الفواتير اللي كلمتنا عنها. تعال تفضل. اي واحدة فيهم؟ هذا عبد الوهاب عثمان من الكويت. هذا بعد فخرو مال البحرين. هذا كم عمرها؟ كم عمرها الفواتير؟ هذا من 46. سنة 46؟ اي سنة 46. في كتاب موجود هنا ما شاء الله تبارك الله. هذا بنك الوطني يوم يفتح في 53. هذا ثاني برقية طرش من خالد عبد اللطيف الحمد تاجر من الكويت حق والد 50,000 في 53 يعني. ما شاء الله سنة 53. 53 هذا في كتاب موجود هنا. اي واحد هذه؟ ها هذا شوف وهذا تاريخ هيستوري مال مكتبنا. هذا بعد في شو اسمه حمول عند يقدر محمد يوسف الفخرو. شوف 46 هذا القوائم. هذا اللنش الشيخ تميم. هذا اللنش الشيخ تميم. هاي يا الربع اللنش الشيخ تميم ما شاء الله. نزلون وقت نزل من هند. هذا لنش الشيخ تميم. هذا في الحطب، حطب مال اول. هذا كله مال فورست حطب كله كبساج جنجلي كله. هذا تحت في بخارنا نحن نسمونه بخار مكتب. اول عرب يجي تقعد عندنا اكل عندنا يعني شهرين ثلاثة شهر وقت موسم كله في موجود عندنا يعني. بو محسن مشكور جزاك الله خير، اعطيتنا ثلاث دقائق من وقتك بس من ذهب. لا حاضرين حاضرين. بس سنة 44 ما ادري 46 46 هذا قوائم يا جماعة. من سنة 46 الريال شغال. أيوة. انت المفروض الله يسلمك. نحن اشكرك ان حكومة القطر and we are very pleased his highness. I wish him all the best all success. جزاك الله خير ان شاء الله. لازم انت ما شاء الله تشرفنا. انت سابع موسم تكون موجود. سبع سنة يعني سبع سنين انا كل سنة اشتريك المهرجان. اخوي خالد واخواني خالد وحمد رويناكم شيء عن اللي انتم كنتوا تتكلمون فيه مع ضيوفكم في المجلس وموجز بسيط والحمد لله ان شاء الله بيضنا الوجه وان شاء الله نشوفكم في مكان ثاني ان شاء الله. ما منك الا بياض الوجه يا ابو عيسى وايضا ضيفك الكريم. الاخوان عندي في الاستوديو يقولون هذا صاحب مصانع كبير في الهند وعنده فواتير من الاربعينات حق الكويت وحق الخليج. الحين من عند عبد الله ننتقل الى غانم المعاضيد. غانم الكلمه عندك. نعم رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية وهالمرة من الأكشاك العراقية تحديدا في مطعم علوش العراقي اللي بنقعد طبعا نسولف فيه ونسولف أيضا عن دور العراق في الأمور البحرية ودورهم في الغوص والأمور المشتركة بين قطر وبين العراق. وبننتقل أيضا لبعض المأكولات البحرية اللي ريحتها واصلة لعندي. نتعرف على صاحب مطعم علوش أخوي علاء عباس. يا هلا مرحبا بك أخوي علي. الله بالخير أخوي علاء. عفوا أنا قلت لك من البداية أنا الأسماء ما حفظها. عارف عارف مبين. مساء الخير عليك وعلى سادة المشاهدين ويا رب ان شاء الله يحفظ قطر اميرا وشعبه نعم عن كل حاسد كل حاقد. اللهم امين. شرف لنا بلاد الرافدين نشترك بالمحامل المهرجان السابع للمحامل. طبعا اكو عناصر مشتركه كثيره تاريخ العراق. اول ما تقول بلاد الرافدين معناته عندك دجله والفرات اللي يمرون من شمال العراق ويوصلون يلتقون عند شط العرب بمنطقه القرمه والالتقاء دجله والفرات يصير شط العرب. شط العرب هناك يرجع قدم التاريخ صارت من عند الاهوار اللي من عندها صارت الحضاره البابلية والعاشورية والسومرية. يشتهرون بصيد السمك. أكثر نوع مشهور عندنا من العراق اللي هو من أصناف الكارب اللي هو سمك البني وسمك الشبوط وسمك القطان. اختصوا العراقيين القدماء والتاريخ القديم بطرق متعددة كيف يصيدونه وكيف يزقفونه. وأنا الحين أشم ريحته. أيه. هو اللي موجود ورانا هني اللي موجود طبعا. أيه. المزقوف بالأصل كلمة قديمة يعني كلمة عاشورية قديمة. أي شيء يخرق يسموه مزقوف يعني يخرق الشيء يسموه مزقوف. السمك ينخرق بالخشب وما يعني ماكو اي الات تكون مشتركه بيه غير بس الخشب والحطب قدام السمك وتبدي لهبه النار هي اللي تزقف السمك. اي نعم. فالعراقيين طبعا مشهورين بهذا
بهذا الصنف من الاسماك. طبعا في انواع كثيره، شط العرب طال عمرك يصب بالخليج، فلذلك نحن مشتركين مع اخواننا بدول الخليج بعناصر مشتركه كثيره. مدى التاريخ انتقلت وتوارثت المحامي اللي عندنا هنا بالخليج، يستعملوها للغوص مثل ما قلت قبل شوي، يستعملوها لا احنا بالعراق لا، التجاره كانت بالزمان النقل بين الشمال والجنوب، يستعملون بالمحامي ينقلون الخضروات البطيخ الفواكه من شمال العراق لجنوب العراق وبالعكس. نفس الشيء صار عندك بالفترات من الزمان ينقلون بعض المواد الغذائيه من العراق تصل لقطر، تصل للكويت، تصل لعمان، تصل لدول كثيره من الخليج كلياتها بالكامل. نقل تجاره مي تعرف كان بالزمان شويه المي شحيح، هنا حتى مي كان يجي من البصره. هذا التجانس هذا اللي صار، هذا مثل ما نقول الهجين الحضاري والثقافي اللي صار انتقلت من يوم بعد يوم. الحمد لله احنا في ديره الظل محافظه يعني تحت رايه سمو الامير العزيز يا رب ان شاء الله طول العمر ويحميه ان شاء الله، محافظين على هذا التراث ينقله من جيل لجيل يظل متوارث معه. كذلك احنا بالعراق لحد اليوم تلقى المسميات موجوده ومحافظين عليها من الاف السنين، وكذلك هنا ان شاء الله ما شاء الله عندنا في 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 دوله خرط من مكان لمكان قاعد ننتقل الى جيل الى جيل، كل شيء ما في شيء ينسي، كل شيء موجود. قبل 100 سنه تلاقي اليوم موجود والعيال القطريين بعدهم من يعرفون الاسماء وكل شيء، وهذا مفخر حقيقه، مو اي واحد يقدر يمسك ويحافظ. واليوم صعب، اليوم الحداثه قاعد مثل الصاروخ يعني تقضي على كل شيء، بس نحن الحمد لله متمسكين على هذا الشيء. يعني احنا انت اتفق معي ان هذا طبعا موروث عربي وخليجي، يجب ان نحافظ عليه، يجب ان ندعمه ونزيده سنه بعد سنه اكثر. احنا خلصنا من السمك الحين، السمك المشوي اللي ما شاء الله اللي المشوي الطازج، جينا صوب هالحلويات الحلوه بعد المشي، كنكم تقولون لنا بعد ما تخلصون اكل تعالوا حلوا، ولا ايش رايك؟ لازم، ما تقدر ما تقاوم. شوف 18 محافظه من العراق، كل محافظه مشتهره باكله، كلهم يشتركون ولكن يجودوها. هذه جنوب العراق، العماره، النجف، الناصريه، حلاوه الدهن يسموها حلاوه الدهن. ليش؟ لان يخلطوها بزياده مع الدهن الحر، الدهن النباتي ولا الحيواني، مع الطحين، مع النشا، مع السكر. تطول العمليه مالتها ممكن 10 15 ساعه لين يحضر لك طبق مثل كذا. وبالشارع يعني الحلاوه مالتها ما تلقى محلات لليوم تدخل تلقى واحد راقي ومرتب، لا محافظين على هالطريقه هاي تلقاها بالشارع، وكل الشعب العراقي ياخذها اعلى طبقه الى ابسط طبقه وافقر طبقه بالعراق تتناول هذه الاكلات الشعبيه العراقيه. نعم. وبعد مشتركين احنا همنا بال او مشتهرين باكلات ثانيه خاصه من الاكلات البحريه، السمك الزبيدي، السمك الكارب، في عندنا اكثر اشياء كثيره ان شاء الله مشتركين بها الحمد لله. نعم. كل الشكر لك اخوي طبعا على عباس، ما قصرت، شفنا اخذنا طبعا المعلومات المشتركه بيننا وبينكم، تعرفنا على التجاره البحريه في العراق، في البصره، في نهر دجله والفرات، ايضا بعد احنا تكلمنا عن السمك المشوي، تعرفنا على انواعه، ايضا تعرفنا ايضا على الحلويات اللي موجوده، الحلويات العراقيه اللي عاده ما يحلون فيها بعد اكل سمك. كل الشكر لك اخوي علاء وموفق ان شاء الله. شكرا لزينا، يا رب ان شاء الله يحفظكم ويديمكم ان شاء الله. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام هذا اللي موجود عندي من الاكشاك العراقيه، انتظرونا وفالكم طيب، كل شيء موجود وكل كشك وكل طبعا قريه وكل بيت موجود في هذا المهرجان راح ننقله على شاشه قناتكم قناه الريان، خليكم معنا. تسلم اخوي غانم، ويا مرحبتين باخواننا الاشقاء من العراق، وحشنا صراحه الاكل اللي عندكم، عشان الريحه من هنا مسقوف، يبيله مسقوف حمد، انا عشان الريحه من هنا بس صراحة. حمد انا ودي غانم يروح حق اليونانيين يا اخي، انغامهم البحريه حلوه ترى، بعد من لازم يمر عليهم نشوف، لازم ودي معاه مترجم عشان يعرف شو. احنا قاعدين في الاستوديو ما اخذنا جوله ترى للحين. ان شاء الله. اخوي مبارك بن راشد الهاجري، في بعض الاسئله اللي احنا ما خلصناها بخصوص بطوله الغوص. اي نعم. عندك الله يسلمك الاعماق الحين اللي يغوصون عليها الشباب، تقريبا تتراوح من كم لكم؟ اليوم من 4 متر الى 8 متر. وشلون الشباب مع هالعمق يعني؟ يقولون الماي كنا برد شوي. اي مع ضربه الهواء هذا اللي من يومين. قول الحمد لله ان اليوم صخه وباكر صخه شوي. شوي على قليل في البحر. لان ما شاء الله على ما شاء الله عليهم اللي اثناء اللي يعني على الساعه 9 10 حتى لو كان في تصوير لهم مباشر بتشوفهم يرقلون. مبارك يعني مبارك يرقلون من البرد. مبارك يعني شنو الاعمار المستهدفه؟ كبار مو صغار؟ ايه لا كبار. كبار ها؟ اي نعم. مثل ما ذكرت 5 افرقة عندك؟ اي نعم. كل فريق يتكون من كم شخص؟ من 13 شخص مع النوخذه، يعني 12.
13 شخص مع النوخذة. اليوم بتجمعون حصيلة اليوم مع حصيلة بكرة اللي هو العدد، وراح تعلنون الفائز. إيش الأهداف اللي أنتوا تبون توصلونها من خلال هذه الفعالية وهاي؟ هذه الله يسلمك طبعاً على الطراز القديم، حيار وديين فطام. هذه الله يسلمك الرسالة مثل ما نقول رسالة الأمير الوالد، من بعدها الابن اللي هو سموه أمير البلاد المفدى الشيخ تميم. الرسالة اللي هي تثبيت وترسيخ وتوثيق وربط جيل اليوم بالماضي، واحنا نقول اللي ما له اول ما له تالي. اكيد اللي ما له اول ما له تالي، وبالموروث البحري يعني. يعني احنا الحين يمكن نغوص بالخبطات الكربون فايبر، ها، وذيك البدله اللي ضد على ما قال ضد البرد 5 ملي ووزن ونظاره من يعني احسن طراز، ونغوص ونحصل شقة يعني، نحصل بعد تعب. فما بالك بشيبان الاولين اللي يغوص بحيار وفطام وحرقه العين. نعم. حرقه عادل يا مبارك. نعم. انت يعني من الناس اللي تغوص وتعلم منك مبارك. الفرق بين القديم والحديث وشو؟ هل انا المفروض استغل الحديث؟ والله شوف، وعارف القديم لا، قبل اهالينا الله يرحمهم ويغفر لهم ويطول عمر من بقى، امين ان شاء الله، كانوا ينظرون للبحر يعني مصدر رزق، مصدر رزق، ومثل ما نقول نفط ذاك الزمن الجميل. نعم. عرفت؟ نعم. لكن من يوم طلع اللولو الصناعي واشتعال الحرب العالمية الثانية، نعم، سبب كساد اصلا لحرفة يعني الغوص، فكانوا يدورون عن اشياء ثانية. وغير هذا ان لو تلاحظ سكان الخليج العربي كانوا يتمركزون على الساحل، فكان الحرف كلها والصناعات واشغالهم كلها في البحر. سبحان الله، يعني المجتمعات الخليجية يعني نقول 80% منها هل بر وهل بحر في نفس الوقت. لا، جاء وقت الغوص هم في الغوص، لو جاء وقت الشتاء هم راح حلالهم في البر. يعني هذا الصراحة ميزة مجهنية الخليج. إلا الوالد أحمد المسلماني شتى صيف قراقير ولا غزول في البحر. اسلمي بشر، اقول لهم إيه؟ البر والبحر مثل جناحين الطير. الطير، نعم، ما يطير بجناح واحد، انكسرت له جناح طاح. نعم. فما بد من التكامل. الله. شيء اسمه احنا الله. ما نعيش بالبحر، نعيش على البر وتعامل مع البحر. الله على الوصف. الطير ما يطير الا بجناحين. الله على الوصف. ان شاء الله على الوصف ما شاء الله. لكن تعبوا مساكين الاولين. نعم، تعبوا في البحر كثير في القوس. نعم. لا، وإذا تعرف إن شلون كانوا يتعبون، مبارك يشوفهم شلون كانوا يغوصون ويتعبون، وإذا برد الجو عليهم. مبارك، بس مبارك، إحنا قبل لا نطلع الفاصل هذا نبي نودعك، لأن عندك الله يرضى عليك الحين وأنت منظم هذه الفعالية. إحنا نودعك ونلتقي معك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأقول لكم أن خلصوا الساعة واحدة ولحن في لنا الحين يعدون. للحين يعدون. إن شاء الله. الله يحفظك يا مبارك. الله يحفظك. إحنا مشاهدينا الكرام معاكم مستمر، لكن نطلع فاصل قصير وراجع لكم. Hello.
4000 ريال مبروك. المزاج ترى مستمر يوميا، المزاج مستمر كل يوم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، أخونا جهاد الجيدة توكل على الله وودعناه ويزاه بس يبلنا حمد يبلنا خيط الخيط وليم أهم شيء موجود جاهز وليم بعد موجود إن شاء الله وليم موجود إن شاء الله يزاه الله خير وما قصر أي نعم ومعانا إن شاء الله الوالد أحمد بن خليفة العسيري مستشار ثقافي يا مرحبا مسألة في كيف ساعة المبارك الله يسلمك يا مرحبتين معانا أخونا صالح بن خلف المناعي يا مرحبتين فيك اخوي يا اخي التايتل مال بخلف المشاكس ترى يا اخي لعوزني يا اخي ادوره من امس انا بخلف امس ما يانا ترى ما يانا امس وين صار بخلف انا شد عليك قلت لي الله يسلمك سوي له خيي قال لي عن قال لي بخلف اي والله باري لكن ما خلصتم ان شاء الله يعني كان السبب هو القراقير اي نعم بس ترى ما في اجازه ثانيه لاخر المهرجان تباريهم عقب المهرجان لا يمديهم يومين يقدر يخليهم يخليهم يومين ها لين يا مرحبا ومسهلا فيك يا ابو خلف مرحبا ومسهلا فيكم احمد بن خليفه العسيري مستشار في التراث وايضا باحث ودنا نشدك عن المهرجان هذا المهرجان البحري اللي يقام كل سنة نسخة السنة هذه هي النسخة السابعة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو من رأس الهرم في الدولة برعايته يعني هذا اهتمام كبير أيضا من الدولة إيش رأيك في هذا المهرجان وما يقدمه للشعب القطري وأيضا المقيمين على هذه الأرض وأيضا الزوار اللي يجونا والدعوات اللي تتقدم لكافة دول العالم والله يا خانة شوف هذه تقريبا المهرجان من أروع المهرجانات اللي تقام في الدولة وبالفعل يعطي فكرة جيدة وواضحة سواء لدى الجيل الجديد اللي ما شاف السنابيق والمحامل قبل أو حتى زوار قطر والأجانب اللي ما عندهم فكرة عن تاريخ قطر وتراث البحري نعم. فهو بالفعل يعكس نوع ما أقول واقع لكن يقارب الواقع في ويحاكي الزمن الجميل القديم نعم نشوف المحامل القديمة الموجودة وأيضا طبعا هاي لفتة جميلة جدا لهالمهرجان يقام مثل هذا المهرجان ما شاء الله يبا عندنا حيلا يسلمك عدة فعاليات في المهرجان منها المحامل التراثية والسوالف في البحر القديمة وشلون كانوا يروحون ويرجعون وش اهتماماتك أكثر شيء من هالمواضيع كلها اللي عرفته لك خبرة في النجوم لا صراحة أنا النجوم درسته يعني بعدين لما شفت خارطة الوالد الله يرحمه سوى خارطة لمغاصات اللؤلؤ في الخليج تقريبا معروفة خارطة العسير وغنية عن التعريف ما شاء الله الله يسلمك فاضطريت أن أنا أبحث عنها أنا طبعا أذكر لما كان يرسمها أنا أذكر كنا صغار وما كنت يعني ما كنا إحنا متوقعين أن تأخذ هالاهتمام هذا وما كنت حتى متوقع أن تكون بهالمستوى هذا هذه هي إيه نعم هاي الخارطة هذه هي نايلة العسيري إيه نعم إيه نايلة العسيري هذه محدد عليها الهيرات اللي موجودة في قطر الهيرات ما شاء الله حتى الهيرات الخليجية والمغاصات فبالتالي اللي يبي يروح هير يعني أو مغاص خلينا نقول إيه نعم هو يستطيع شوف الخارطة مرجع لها اي مرجع اي طبعا هي محطوطة بالارقام يعني درجات من 1 إلى 360 او على مطالع ومغايب النجوم يعني انا ما اقدر استخدم الاجهزة الحديثة في هذه لا طبيعي تقدر اقدر يعني ادخل الارقام مثلا في الجي بي اس تقدر تستخدم الجهاز الحديث لانك انت الحين لو بتروح الحين مثلا مرخان طيب انت وين مرخان الحين فانت لما تشوفه على الخارطة نعم. فتقدر تحدده
نعم. تحدد اتجاهك عليه. نعم. هذه الحين مثلا المغاصات والهيرات نقدر نقول والمواقع البحريه الموجوده في قطر. اي نعم في قطر او في الخليج يعني في الخليج تشوف حتى على طبعا هو واصل لين شمال البحرين او لين سواحل الامارات. اي يعني تقدر تاخذ احداثيه الموقع عن طريق الطول والعرض موجود هنا. نعم طبيعي. انا بخلف بما انك انت ناخذه هل مرت عليك نايله العسيري هذه بخلف؟ والله مرت علي اكثر من نايله بس يعني نايله العسيري او غيره ما ادري ما زين بخلاف طريقه بحارك انت او استخدامك طبعا الجي بي اس والاشياء القديمه هل عندك اطلاع عن طرق القديمه يعني او فكره عنها؟ القديمه هم كانوا الاوليين كانوا حافظين حفظ المجرى. اي يعني يقول لك مثلا من المكان الفلاني للمكان الفلاني الاولين بعد ما يتبعون الارقام اللي هي في الدائره كلف بالنجوم اي ويقول لك من المكان الفلاني للمكان الفلاني مثلا تمسك النجم الفلاني والوقت عندهم نعم. الدائره والساعه نعم الاول ما في غيرها الدائره والساعه بس بس الدائره يباها بيوسف الدائره نعم. هي عباره عن نجوم اصلا هي البوصله اي مثل ما تفضلوا اخوان ان الدائره يعني اما انها تحدد من 0 درجه الى 360 او حسب النجوم مطالع ومغايب اي نعد نعش ناقه فرقد هذا مطلع مغيب فاللي ما يبي يستخدم الدرجات يستخدم النجوم اي روح على نجم الفلاني نعم. مطلع مثلا يعني النجم موجود على الدائره النجم معناته ان الدرجه اللي على الدائره اتجاه نجم معين فلاني اي نجم معين فوق بالسماء صححوا لو انا غلطان هذه صحيح شوف النجوم اصلا العلوم لم تأتي جزافا العلوم جاءت بناء على تراكم علوم طويلة من على آلاف السنين لحد ما الإنسان شاف أن هناك في نجوم معينة تطلع من مواقع معينة هذه المواقع هو مع الفترة حددها تطلع من مكان وتغيب في مكان فهو قاس أن وين الشمال والجنوب فالشمال شافه الياه أو الجدي والجنوب هو القطب فبالتالي شاف ان النجوم نفس اللي تط يعني هذه النجوم حددها نفس النجم مثلا خلينا نقول فرقد شاف انه مثلا يفرق عن الياه 11 درجه مثلا فهو في مطلعه وشافه يغيب ايضا بنفس الدرجه ايوه هذا الجدي إيه النجم لا نجم الفرقدين ايوه هو الجدي ما يتحرك من مكانه الجدي شمال اي شمال نعم فهو بالتالي خلاص ما دام حدد شمال وجنوب وحدد عنده مطلع ومغيب فالاربع جهات الاربع جهات واضحه بالنسبه له وشاف ان هناك نجوم معينه تطلع دائما من نفس المكان خلاص ما دام قال مطلع هنا اذا مثلا التير او سماك او الفرقدين او العيوق او واقع كلهم يطلعون من نفس المكان ويغبون على نفس الدرجه نعم فهو حدد مثلا الحين انا بروح مثلا من المفرس هني وبروح مثلا اشرعه عندي خلاص انا مع الوقت العلوم اللي اخذتها من ابائي واجدادي وكذا او مكتوبه عندي اعرف ان مثلا التير بروح مطلع اي واحدد التير مطلع هذا اذا احنا ما احدد وشو يبا التير مطلع التير مطلع شنو التير التير نجم من النجوم نجم اي او الاحمرين او احمرين يسمونه نعم. او سماك أي. فانت مثلا تحدد انك انت رايح هذا الاتجاه فتحدد مطلع تبي ترجع مثلا تحدد من هنا اذا كان في نفس الاتجاه يبقى تتحدد التير مغيب مثلا او سماك مغيب او هاري يعني بالعكس اجي يعني إيه إيه. إيه. انما عطم هو يمكن يبي يروح من مغاص الى مغاص ما شاء الله مع مكتوب عندهم طبعا معقوله بيحفظ هاي لكن في بعض الكبار يعني الغاصة الكبار حافظينهم يعني مثلا تكلم هنا عن تفضل لا كمل تفضل فهو عطب عنه هو خلاص انه لما يقول لك كثير مطلع مغيب هو ما يمشي في الليل انما خلاص هاي العلوم حفظها عنده وحفظها في الاغالب تلقى الغاصة او النواخذ عندهم في مكتوبه في اوراق يعني بعضهم حافظينها حفظ وبالتالي هم يتجهون طبعا بس ليس الاتجاه فقط والنجم لا هو بيروح لكن افرض انه مثلا الماء ودته سافل او عالي وهو يمشي يقيس الاعماق
يقيس الأعماق. يقيس الأعماق وعلى الأعماق هو يعرف يتأكد إن مجرى صحيح ولا غلط. إيش دخل العمق في المجرى؟ هو خلاص عنده الأعماق مكتوبة. إيه واضح. فهو عارف الأعماق. مجراه عمقه كذا. لا مو ضروري. أنت يمشي هو ويعرف إن بعد فترة العمق بيكون كذا. فيروح يتأكد. إذا شاف والله العمق زاد يمكن يرد شوي. يعني كأنه هو يشوف شيء قدامه في شو اسمه الأعماق هذه. شلون يتأكد على العمق به؟ في أداة يستخدمونها. لا بلد يبلده يعني يبلده هو يشسب اللي هو البلاد. إيه 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 بلده. أخوي بخارة في البلاد. هو البلد هو عود. من الرصاص. إيه. رصاص. بلده هو ويبلد البحر لأنه مثلاً يقول لك هو متوقع إنه وهو رايح في الاتجاه الفلاني بيوصل الهير الفلاني. الهير الفلاني مثلاً من سافر. مثلاً بحر مثلاً سبعة باع لكن من بالباع مو بالمثال إيه كله بالباع من 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 شمال يمكن هو عارف إن هذه مثلاً يكون البحر تسعة لو بلد هو المفروض يمر على بحر سبعة وشافه تسعة عرف إنه عل تعده إيه يرد ينزل شوي يبقى ومقطع لسالفتك كله بالخير يبقى أنت قلت عن البلاد الحين الأول ما يسون على البلد هاي القياس 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 14 9 صيد السمك البحر نازل على الهير قال خفقنا على الهير هير عليني صحيح هاي وكنت تستخدمون هالمسميات يبدي لازم والديرة ولا يسيرون على الدير يبا الدير والليل اليوم مشي في الليل نجم الفلان اذكر مره كنا رايحين البري او حاله العسيري حاله العسيري نعم. إيه. وحن رايحين قبل يبا نبدأ في حالة العسيري حالة العسيري اذكرنا قصة بري العسيري ليش سموها يبا سموها الله يسلمك كانت هو كان هو حالة يعني حالة شلون انها في السقي ما تبين وفي الثابر تطلع فبعض السفن كانت تضربها وهي ما تدري بها يعني رق المكان اي يصير رق وش اسمه يعني مباشرة اي حتى تمشي يعني تمشي طبعا على ما هي على حالة العسيري صحيح فالله يرحمه يعني قرر انه يبني برج فيها يسمونه بري الاول اي نعم من خكري فحتى انا سمعت انه هو ارسل واحد من خدامه الى الحسه ويبوه على ابن الخكري وهذا وركبوه في السفينه وفي سنبوقهم اي نعم وودوه تموا هل هو نفس اليص يعني تقريبا اي تقريبا نفس اليص الخكري يحرقونه ويطحنونه وعقب يحطونه في اكياس وليه هو ميزته ان اول ما تحطه وينشف ييبس فتذبر المايه ويصفونه تسقي المايه عليه يعني يصفون كم من صف حد ما تسقي المايه ويخلونه فتيه الشمس وييبس يحطون شيء اخر بعد حلو لحد ما بنوه وبين يعني من بعيد فالسفن لما تشوفه تفرج عنه وتم تسميته عقب بري العسيري ما شاء الله بري العسيري خالد يبا شو تسوي انا والله احمد من صار لي يومين انا اقول لك جزاه الله خير جهاد الجيده جاب لنا اليوم خير انا ودي حدق من المكان اللي احنا قاعدين فيه الحين بس انا صبر في بلد وش اليم اليم حاط لي ربيان 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 وش انا بتاكد اني واخذ الحين من ربيان ولا الخثاق لا الربيان الربيان الين شو الاسمك اللي موجوده هنيبة هني كل اسمك على حسب خبرتك قرقفاني بدري انا قبل لا قطه بس قبل لا قطه انا ابو خلف تعطيني الابروف على الترديعه ولا يبي له تعديل هل الاجراءات صح اللي سواها ولا لا لا عدل مضبوطه اقط يعني قط حظم عاد الحين لقطيت ابو خلف لا حظ حمد عبد الله شربك يا حمد من الحين عبد الله بخاطري خاطرك يلا هاي مدار لي مدار لك توكل على الله بسم الله تحمل لحظة بسم الله توكل على الله بس من يجيك النقد إن شاء الله بخلاف ير بنكمل وياه لازم يحدد الموقع يعني أنا خل أقول لك سالفة هاي مهمة خلنا نرجع حق موضوعنا الحين الأهم صحيح فوحن رايحين هو ما كان يعني الوالد الله يرحمه كان معانا بس ما كان هو اللي ماسك السكان ولا شيء كان نأخذه مع الشوعي فقال له يا راشد اسمه راشد الله يذكره بالخير من هالبلين قال لي يا راشد ما كنا تعطلنا قال والله ما ادري اي والله يقول كنا ما ادري عاد احنا عن سافل ولا معلين عنه يعني ما عارف فقال له طيب خفف شوي كان فقسنا العمق قال له كم قال 9 ابوع قال له زين روح نحول 300 متر قال له قيس قال 7 قال رد سوي مثل المثلث قال قيس قال 12 قام محدد الاتجاه
على الثلاث على أعماق اللي خذها ذي حدد الاتجاه. ما شاء الله مشينا حول 10 دقائق ربع ساعة ولا كل برمول على سنبوق السفينة أو سنبوق الشوعي. ما شاء الله يعني الأولية ما شاء الله خبراتهم في الأعماق والبحر والنجوم. بس عندي ملاحظة بسيطة حين النجوم هذه هل تختلف من مثلا خلينا نقول احنا حين في قطر لا رحنا عمان عندكم هل عندكم نفس المسميات هذه؟ نفس المسميات مطلع ومغيب ما تفرق يعني ابدا 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 دولة لي دولة اي ابدا ابدا ما تفرق مو بعد كل الدول يعني خلينا نقول على مستوى الخليج اي على مستوى الخليج يعني نعم. لازم انك انت تحدد معذره الله يسلمك في الكويت عندكم بعد نفس الشيء؟ نفس الشيء نفس المسميات ما شاء الله اي نعم يعني احنا الديره كلها كمسميات خليجية محمد في نقد ترى على الله وعلى في نقد هنا اخوي حسن لحقت على المسميات ولا لا؟ نعم لحقت يعني انت لحقت قبل الجي بي اس يمكن انا لحقت قبل الجي بي اس واشتغلت في البحر قبل الجي بي اس اي نعم على حسب خبرتك على الخرائط بعد الخرائط طبعا هذه حديثة يعني الخرائط طلعت بالنسبة لي انا حديثة يعني خدت حديثة شلون كان استخدامك لها؟ هذه أنا أشوف خارطة العسيري هذه يعني ما كانت تطيح من عندي من السيارة أو في البيت يعني دائما إني حافظ المسميات وحافظ الهيرات اللي موجودة في قطر فائدتها في وشو كانت بالضبط بالنسبة لي أنا فائدتها في مسميات الهيرات حلو والاتجاهات يعني أخذها من الخارطة دي خارطة العسيري والأعماق موجودة الأعماق والأعماق موجودة فيها بس عقب طبعا تطورت انا ناخذها حسن الشغله انا اشوف الخرائط هذه نيله يسمونها نايله يحطون لها نفس الفرجال هذا شيء يحسبون فيه هذا الفرجال ياخذ المقاسات شلون احسب المقاس ياخذ المقاس الخط الطول وخط العرض بالمسطره بالهذي ايه؟ فياخذ مثلا من المسافه مثلا اذا بيطلع مثلا على سبيل المثال هو لحم ما طلع يعرف ومحمله كم يمشي مثلا مشي محمله كم ياخذ المسافه كم ميل الحين الشباب الله يعطيهم الصحه والعافيه يقول لك كم كيلو هو البحر ما ينقاس بالميل بالكيلو بالميل هو ينقاس بالميل الميل تقريبا 180 كيلو 800 تقريبا نعم كيلو 800 والميل البحري يفرق عن الميل البري يفرق عن الميل البري لكن انا ما اتدخل في الميل البري انا دائما اتكلم عن الميل البحري اي نعم لان انا استخدم خارطه بحريه اصلا ما استخدم خارطه بريه هسه لو نرجع حق الخريطه الحين ابى اقيس المسافه مثلا من الدوحه خلينا نقول لين حاله العسيري نعم اخذت المسافه وحده القياس عندي وين تكون في لا ما تكون من تحت نعم. تكون من جنب الخارطه من جنب الخارطه تعرف وحده القياس وتعرف نعم. انت يعني كم ميل بحري كم ميل بحري من المكان اللي انت فيه للمكان اللي انت بتروح له ما شاء الله وطبعا في المسطره تعطيك الاتجاه هو تستخدم الفرجال والمسطره والقلم بس هاي ما عندك يعني خير بالعكس صراحه يعني مرحوم حافظ على هالموروث وصراحه يعني لولاه كان فقدوا ضاعت عندنا الهيرات ومسمياتها الحين يحاول يرجع فيها الواحد شوف هذه نايلة العسيري صراحه معروفه في الخليج وفي قطر خاصة يعني نعم عبد الله العسيري يعني هذا صراحة عائلة لهم باع صراحة في البحر عزام خير وهذه مثل هذه الأعمال اللي تفيد الناس كلها إن شاء الله إنها في ميزان حسناتنا نعم نعم صراحة ضيوفنا اليوم من الوزن الثقيل ومعلوماتنا أيضا من الوزن الثقيل حمد في نكترة خلا كمل عليك كلا ليما حين وانت جالس تسوي ايه قاعد اسوي لو عندنا ليما فلوس ليما الحين انا اعرف اتاكد انا بكمل عليك خليفه بن صباح العسيري الله يعطي الصحه والعافيه امين الى اليوم يروح على الويل تشير ترى ايه؟ في الطراد نعم الله يعطيه الصحه والعافيه على الويل تشير في الطراد الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله احنا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام وايضا مستمرين بالمعلومات ان شاء الله اللي راح تفيدنا وتفيدكم باذن الله لكن نطلع فاصل قصير وراجع لكم خليكم معنا
رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين ويا مرحبا ومسهلا فيكم. نكمل باقي تغطيتنا إن شاء الله ونشوف الحداق عند أخوي. أنا حداق مستويت يا حداق أنا مستويت يا أبوي معه. أيوة أيوة أخاف إن شاء الله ما تشير. حاسب حاسب إن شاء الله ما تشير. لا صبر صبر صبر. أيوة أبوي معه الظاهر في حد يحط لك مسمك لا ما حد يحط لك انا بشوفه ثاني بطل الحين حي حي ارفع 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 شوف ما شاء الله ما شاء الله عاد البطيء عاد ها خلي بطل بطل هذه ما نبي من وسخ يدك هذه وش هي هذا الشحن هاي شعم شعم شعمي شعم شعم شوف يا حمد شعم شعمي باه ها عريضي شعم شنو شعم صغير شعم صغير هاي شعم صغير احنا نسميه خانب هاي شعم نسميه خانب نسميه خانب خانب ايوه ابو خلف شعم وبال وبال على المدار بال المدار انا صايد من زمان لا احمد هذا عشان بقولون بعد ابو خلف اقرا عليه خلينا نبطل المدار والله دبت بطلونه بهدوء ان شاء الله لا بنهده بنهده حق نقفت شو اسمه ما ظنيتي نبي نسوي حمله مشهوره عندنا في قطر رد بحر حمله رد بحر رد بحر بس رد بحر رد رد اوكي رد قبل لا يموت رد رد بيحيى ان شاء الله رد قبل لا يموت المخرج يقول لي ثبت ثبت رد بحر رد المخرج لا ما ظنيتي يحيى ما يحيى ان المدار صارت المدار هو اي قص المدار انزل لا لا هذا بنيم وبنقطع الحين مره ثانيه قبل خلاص دام احنا بنيمم الحين خلينا نشوف مراسلنا غانم يا غانم ايش عندك يا غانم مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مره ثانيه وحاليا احنا متواجدين طبعا في الكشك اليوناني في مقابله طبعا حصريه لقناه الريان مع السفير اليوناني في الدوحه سعاده السفير كونستانتينوس اورفانيدس السفير اليوناني في الدوحه جود ايفنينج مستر Good evening. Welcome to Ryan Channel, to the Greek pavilion in the Doha exhibition in Qatar, in this great cultural event that we are honored that Greece, through its community here in Qatar, participates. And this participation, from what I saw these 3 days that I'm coming here, was very successful, gained the hearts of our Qatari brothers here and all the foreigners that live here and they came to see this very, very brilliant event, which is very, very important, I think, as it brings all the communities that live and prosper in Qatar together, presenting each one of them their own identity and culture. Good. We actually, I want to walk with you here in the Greek booth here, and also I want to speak with you about the similar between the Qatar and the Greece, exactly in the Qatar the Qatari traditional and also the Greece Greek traditional. Sorry, exactly in the sea. Well, Greece and Qatar both they have a very long maritime tradition. As you know, Qatar has developed its maritime history since a long time. Greece has started its maritime history 3,000 years ago, since antiquity. At that time, we had these boats, as you know, they called the Triris, that they were fleeing in the Mediterranean. Since then, Greece has continued this tradition and till our days. And as you know, Greece has the biggest marine fleet, commercial marine fleet in the world. Yeah. As Qatar also is developing its fleet and has big exports in of LNG and oil to the world, this provides us both sides with great opportunities for cooperation, and there is cooperation. There are Greek companies that are transporting LNG and other products from Qatar to all over the world, and to Greece, of course. There are Greek companies that have permanent contracts with Nakilat, and we have Greek companies that they are working in building ships here, which are very successful, and from what I know, they have gained the preference of the Qatari market here. Yeah, and actually, I want to ask you about this song.
It's very, very nice. Also, we have in the boat, we have man. We call him Naham. He has a very nice singing. And exactly, can you tell me about the Greek people and this sing exactly? Wait, this is Stavros and this is Dimitra. Yeah. They are Greeks who live here. They are professional singers. Yeah. They are doing a great job, and they sang already in a lot of places here in Qatar. Now they are in Mykonos Intercontinental. Greek music has a lot of elements that are common or similar to Arab music, and I think this is the secret why it is so beloved by Arab people. Mm-hmm. And I'm sure that these guys who are playing so nice, they are contributing something very important in this great effort that we are doing today, that the Greek community is doing today to contribute in bringing together even more Qatar and Greece, of which the ties are strong, old, and very deep. Mm-hmm. And also, I want to say that the Greek community today gives also a message and a feedback to Qatar, its government, and its people. Great opportunity that Qatar offers to all communities to participate on all aspects of life. While in the same time, me as ambassador of Greece, who represents here the interests of Greece, I'm happy because it is the objective of our government and of Greece to have close ties with Qatar and to develop our ties in all fields and our cooperation. Okay. Thank you for being here, Mr. Konstantinos. Thank you very much. You are welcome. Okay, thank you. Goodbye. إذن مشاهدين الكرام هذا اللي موجود عندي مع طبعا السفير اليوناني في الدوحة اللي تكلم طبعا عن تواجده في هذا المكان خصوصا في المكان المخصص لليونان والأمور الثقافية المتعلقة باليونان. تحدث طبعا عن التحالف خصوصا تحالف المعلومات وأيضا الأمور المشتركة بين الدوحة وبين قطر وخصوصا الأمور المشتركة المتعلقة طبعا بالبحر. تكلم أيضا عن التاريخ اليوناني العريق، أيضا التجارة اللي ازدهرت فيها اليونان خصوصا طبعا بالامور البحريه وايضا طبعا باستخدام مجموعه من المحامي الخصيصه. تكلمنا ايضا عن الموسيقى اللي سمعناها وقلت له طبعا ان احنا في قطر خصوصا في المحمل دائما يكون عندنا شخص اللي احنا نسميه طبعا النهام، وهو طبعا شخص متميز بصوته الجميل. تحدث ايضا هو ان ايضا هذه الموسيقى اللي احنا سمعناها دائما ما تكون ايضا على المراكب اليونانيه في الاجل القديم. تحدث ايضا نفس المواصفات نفس مواصفات ونفس دور النهام، هذه ايضا ادوار تطبق على الأشخاص اللي طبعا عزفوا الموسيقى اللي موجودة. هذا اللي موجود عندي صوت الصورة لكم. تسلم أخوي غانم على هالتغطية، وعجبني صراحة النهام اليوناني. يا مرحبا بهالدولة الصديقة عندنا في قطر. نرجع الحين حق عبد الله بن عيسى الخليفي. عبد الله بن عيسى الخليفي فاتك ترى صيدين شعم هالطول، شلون الوضع عندك؟ ردنا بحر. مرحبتين أخوي حمد، الله يمسيك بالخير. انا ترى لحين ماسك على محور الحديث مالكم المساعي، تكلمون كنتوا عن المحامل وانا لحين عجبني صراحه الموضوع فتميت لحين على المحامل. انا واقف عند واحد من المحامل اسمه السلسبيل المالك محمد بن راشد بن محمد الحي السليطي، بيكلمنا ان شاء الله هو عن محمله لانه تقريبا هو عنده من اكثر من 25 سنه. براشد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، ايش حالك الله يسلمك يا عبد الله؟ الله يطول عمرك، شلونك؟ خير جاك خير الله يطول عمرك. ابغيك تكلمني عن محمله، كنت اللي انا كنت اعرفه ان انت كنت تستخدمه استخدام شخصي، ونبي نعرف كم عمره والحين صار تراثي وانت تشارك فيه تقريبا سبع سنوات. لا اولا يعني السنبوق احنا وشرناه في 1985 وشرناه على سيف الوكره وكلها من يعني الخشب السائي. واحنا في البدايه كنا يعني استخدمناه لطلعات البحر والروحات الجيات، وعلى ايام بعد الوالد عبد الرحمن بن مبارك النصر الله يطول عمره. فالسنبوق يعني فتره طويله طلعنا فيه كله دائما البحر والرحلات وال يعني طلعات البحريه دائما. ما شاء الله، انا عن نفسي ادري انكم وين تروحون فيه وين تجون، بس انا بسال ما شاء الله انت تخدمه على ما يقولون الاولين
خدمه رعيه خدمه زينه. نعم، هو المحمل دائما يعني يقول لك خدم محملك يعيش معك، وحين المحمل صار له يمكن حوالي 22 سنه سنويا، مرات اخذنا مرتين ومره اخذنا مره واحده على حسب يعني المايه وحسب يكون فيه النو كثير. له وقت معين تخدمه في السنه ولا؟ هو الافضل اللي كان الاوليين يخدمون على اول الصيف او نهايه الصيف. انا اخدم على نهايه الصيف يكون وقت شويه ابرد. حق اللوح يخدم اللوح ويخدم الفتيل وكل الفتيل. نعم اللوح، ويكون بعد اسهل على العمال، يكون تعرف الحر بعد العامل الاساسي في الخدمه. صحيح. يكون يعني يعطيك طباع اكثر. نبغى نتعرف على العيال الحين، ايش اسمك؟ حمد سليطي. حمد محمد. حمد محمد راشد حي السليطي. وانت شو اسمك؟ حمد سليطي. حمد سليطي. حمد سليطي. هاي لنج من هاي؟ لنج انا. دبوز. لنج ابوك؟ هاي لنج من؟ ابوي. لنج ابوك؟ ايش رايك فيه يعني؟ انت حين جاي مع ابوك هني مهرجان المحامل في كتاره، شو تشوف من ابوك ما شاء الله محافظ عليه و محافظ عليه زين يعني زين. استمرت عليه يعني بتحب المحامل؟ ايه. زي كيف عاد شو تسوي يعني؟ بهتم فيه. تهتم فيه وبعد بتشارك كل سنه ان شاء الله؟ ايه. عشان ترفع بلادك. زين؟ زين، انتوا الحين الله يحفظكم مع ابوكم هني صح؟ وإذا قلت لكم أن أبوكم بيعطيني المحمل؟ مبارك يعني مبارك عليه يعني تستاهل. لا لا احنا بنروح وياكم إن شاء الله. الله يحييك. بيض الله وجهك أبو راشد، صراحة نشوف المحمل مخدوم خوش خدمة، وهني محطوطة لوحة ها عن تفاصيل المحمل. تفاصيل المحمل عن مقاساته وسنة الصنع والمالك. يعني ان شاء الله نتامل من الجماعه بالسنوات القادمه انه يحطوا تفاصيل اكثر، يعني بتكون تفاصيل بخصوص الخشب وبخصوص النوع وبخصوص يعني كم سنه خدمه، يعني يكون تفاصيل اكثر مثل ما تكون. لا ان شاء الله مهم، هي مبدئيا انه لا يعني قصدي يعني مختصر بس. نعم. ودك انه يكونون اكثر عن المحمل. نعم اكثر يعني شرح اكثر للمحمل، ايش نوع اللوح والشلامين والشخايص فيه، يعني تقله كم طوله يعني. زين تقدر تقول لنا انت شيء بسيط عنه، ايش نوعه هو؟ هو نوعه سنبوق ومن خشب الساي. كان في البدايه يعني صممناه انه يكون بنفس طريقه السفن القديمه اللي هو السنابيق القطر الاول، يكون واطي وقريب حق الغاصه وحق يكون يعني سهل في الاستعمال وفي السير. وميزة ثانية فيه إنه يعني ما يتصابه كثير لا يقدر في البحر، إنه واطي مش مرتفع وايد وبيشيل عدد يعني لا بأس به. لا ما شاء الله أشوف ارتفاعه ما شاء الله يعني حق الغاصة، ومثل ما قلت يعني كتراث قديم. نعم. وأشوف هناك مكان مكان الماكينه اللي اسمه. نعم. لا لها اسم. نعم. هذه يعني السطحه. إيه؟ احنا استغليناها نحطها وسوينا عليها مثل الهاندريل اللي نحط فيها الاغراض والامتع اللي احنا يعني في اثناء السير ما تطيح، وركبنا الاشراع والفرمن والدستور. اي والدقر ما شاء الله. الله يبارك لك، بيض الله وجهك، خوش محمل، والعيال ان شاء الله بيودونا في رحله ان شاء الله مع ابوهم. نعم. وبيض الله بيكم، جزاكم الله خير اخوي خالد وحمد، نرجع لكم ان شاء الله في الاستديو، كنا مع احد المحامل وان شاء الله بنوافيكم محامل ثانيه ان شاء الله. شكرا يا ابو عيسى. شكرا حمد، انا دائما اسوي حق الحداقه اللي معاي هالحركه تلعب في النفسيه. اي خليت خلاص يستانس. إيه. يقول بس هذه ضرب. ان شاء الله الناس تصيد ان شاء الله باذن الله. يباها ابو يوسف. نعم. ألفت أنت كتب كثيرة عن 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 البحر. نعم. وما يتعلق بالبحر، لو تعطينا نبذة عن هذه الكتب. والله هذا أخوي يعني أنا اللي عجبني في البداية صناعة السفن، يعني ذولا البسطاء اللي ما يعرفون يقرون ولا يكتبون يسوي له سفينة تروح للهند وترجع كأنها فلك، هذا لا يعرف يقرأ ولا يكتب. نعم. يسوي هالسفينة هاي شلون؟ خلاني أتولع صناعة السفن. وكنت ناوي اني انا اكون قلاف، لكن قالوا لي انت وين، الزمن راح وكل شيء تغير.
لا تضيع وقتك، وثق هذا احسن. وثق. فبديت في توثيق صناعه السفن. اي نعم. ثم قلت السفينه ما تمشي الا بقبطان وبحاره. اكيد. دول لهم دور. نعم. بدات اتولع بقصص النواخذ او قباطنه السفن الشرائيه. نعم. ففتح لي مجال كبير عن قصصهم، طبعاتهم، شغلهم، فالفت كتاب عن نواخذه السفر الشرائيه في الكويت. نعم. هذا قادني كذلك الى قصص. الحين انت تكلمت عن كتابين. كتابين. الكتاب الاول عن صناعه السفن. صناعه السفن، الثاني عن النواخذه وقصصهم والبحاره. نعم. والشيء الثالث بعدين قصصهم هذا صار جزء من التراث الفلكلور الخليجي. ايه؟ او البحري. نعم. فكتبت كتاب عن من التراث أو من الفلكلور البحري قصص، مثلا لما نأخذ يامر بأمر يجب أن يكون الأمر هذا قصير محدد المعنى، لا يقبل التأويل. أيه. لأن أنت بسفينة وشيء خطر. أيه. هرية معناته نزل إشراح خلاص. هرية؟ هرية نزل إشراح. نزل. البحار يعرف هرية، يبا نقولها في قطر. هرية. هرية. نعم. هرية نزل إشراح. نعم. أيه. بعدين قلت أنا الحين يبا هذا ينزل إشراح يعني ببندر، يعني ببندر، يبي يخفف من سرعه السفينه. ايه. يبي يسرع الانخفاض. ايه. يبي يخليه دابر كيف. ايه. ايه. بعدين قلت انا الحين اتكلم عن صناعه السفن ونواخذ وقصص، وانا ما ركبت على سفينه شراعيه في رحله، ما يصير. صحيح. فسمعت ان في تاجر من الكويت في الثمانينيات صنع سفينه بالهند وبحر عليها، قلت له ودني معاك بس انا كاتب. ايه. فرحت في رحله بحريه من الهند ومرينا على دول الخليج هذه كلها. سبحان الله. وسجلت كتاب اسمه رحلة الغزير. رحلة؟ رحلة الغزير، اسم البوم، اسم السفينة الغزير. الغزير، والغزير يعني البحر الغزير. يعني عن بحرنا الغزير. العميق يعني. عن بحرنا الغزير. نعم، الغزير. يعني تقدر تسميه الغزير، فتح الخير، الخير، كل البحر هو خير. نعم. حق أربع كتب. بعدين يعني أكو كتب أخرى. أي. عن يسمونها الرزنامة النوخذة، اللي هي السجل اليومي. أيه. حققت عدة رزنامات. مثلا يصبح يقول أصبحنا على خير. أيه. الريح كان هكذا. أيه. مجرانا هكذا، صادفنا هكذا. هاي السجل عبارة عن قصص عن اليوميات للمواخذة وطاقم السفينة. أيه. بالإضافة إلى بعض الكتب عن بعض السفن لها تاريخ وكيف استعدناها. ما شاء الله. يعني إذا بنحصل هذا يا دكتور، بنحصل هذا الكتب، شلون نحصل عليها؟ والله أخوي هذه إن شاء الله يعني نبغي نسخ من هذه الكتب، لو تعطيني إياها في قناة الريان نحتفظ فيها ونستفيد منها من هذه المعلومات الكثيرة. أنا أوعدك يعني إن شاء الله مع المجموعة كاملة أبعثها لك إن شاء الله باسم قناة الريان. تقول والطول إن شاء الله. إن شاء الله. تقول والطول. يباها شفت يعني هو يقول دكتور بيوسف يقول إنه يعني هذا الزمن راح، وأنت أنا مساء سمعتك بعد قلت زمن راح وطر مضى. ايوه ترى الاول مكاين ما مش كله دومي. زين، يبقى الحين مثل هذه المهرجانات ترد ذاك الوطر. صح ولا لا؟ حتى احنا عندنا في الورشه الاميريه بقياده نوخذه الكبير الحداق الحين حمد بن يمعه بعدهم الحين يشرون، الحين يشرون لنجات يبقى على على الوطر الاولي، يحافظون على تراثنا. مثل هذه المهرجانات يبقى انت تجي وتشوف هذه هذا الخشب كامل وبنواعه كله هنا، كله في الورشه هذه. نعم. هاي كلها الورشة، مسوي الورشة هذه. نعم. هاي صحيح. احنا اللي بالورشة. نعم. تقريبا 9 محامل مشاركة من قسم السفن الخشبية موجودة هنا. صحيح. نعم. كلها بالورشة. نعم. يبقى في الله يسلمك جلبوت ناخذه حسن. حسن. في جلبوت قلت لي انت نوشر على اخر جلبوت نوشر في قطر. موجود حاليا الحين هني ان شاء الله نقدر ناخذ احنا اللي عليه العلم التركي. اخر جلبوت نشر في قطر وفي كتاره. وفي كتاره. نعم نعم، وشرته انا معي الله يذكره بالخير. هذا هو موجود على الهواء. أيه. هذا نعم. هو ولا غيره اللي عليه العلم التركي؟ اللي عليه العلم التركي. نعم عليه علم تركي. نعم هذه انا انا وشرته معي. هذا نوع جلبوت. نعم نوع جلبوت معي اخوي ناخذه سيف بن عيسى سليطي. سيف بن عيسى سليطي. نعم معاي، كنا يعني كنا نتشاور في كثير من الأشياء يعني. نعم. بالنسبة حق سنة كم وشرتوها؟ وشرناه سنة 2016. 2016. 2016 نعم. زين شلون أنت تقول لي إن هذا آخر خشب أو آخر جلبوت نوشر في قطر؟ نعم. شو اللي ميزة؟ يعني هل هو نوشر على الطريقة القديمة؟ هل هو نوشر على الطريقة القديمة على سيف كتارة؟ اي يعني هو في قبله انوشر في الورشه الاميريه. اي هذا اخر واحد. اي نعم انوشر هني في كتاره. طبعا انا مع اخوي سيف سليطي. اي نعم مسي عليه بالخير سيف. الله المنظمين هم المنظمين. نعم في كتاره مجتهدين بيض الله وجهه.
فاول من حطينا حط البيس وشرناه من الصفر مثل ما تقول. نعم ما شاء الله. وكل شلامينه من نعم. قطر. اللحان لا طبعا اللحان استوردناها من الهند. نعم لحان البدن. نعم فهو اخر وشار صار في قطر وفي كتاره اللي هو الجلبوت مسمينه كتاره. نعم. مسمينه نعم. كتاره هذا كم قدم؟ 52 قدم. هذا 52 قدم ما شاء الله. 2016 بلشنا فيه. 2016 نعم ما شاء الله تبارك طبعا نزلوه وانا ما كنت موجود. ايه كنت انا في سفره الهند. ايه في فتح الخير. فتح الخير نعم. الرحله الاولى. نعم فاخوي سيف صليطي قال لي يعني ها ايش رايك؟ قلت انت مكاني انا وانت تقوم بدوري يعني انا كامل وبيض الله وجهه انا تتكلم يعني. عن جلبوت نشر او اخر جلبوت نشر في نعم. قطر اسمه كتاره نشر في كتاره 2016 انا ودي انشد بخلف انت راعي لنجات وراعي بحار واحنا نتعلم منك لو يخيرونك بامتلاك نوع من انواع السفن هذه الموجوده شو تختار بخلف جلبوت سنبوق بوم يعني عشان بحاره انت لكيفك عشان بحاره اكيد عندك السنبوق يعني هو اللي الحين هو الاكثر يعني اي ما شاء الله نعم شو تستخدمه في بخلف والله يضحك ابويا استخدم هاي حق القراقير حق القراقير هم جينا الاستديو يروح حق القراقير يعني سموها كم تبي حق غزل حق كشته مو بحق كشته قصدي حق صيد حق صيد مثل حق قراقير غزل زين بخلاص ترى ما انت معذور لان يوم السبت ما انت معذور خلاص القراقير ما عليها شر ان شاء الله بكره تجيب خيطك بخلاص سبحان الله يعني شوف يبغى غزل ها بتجيب غزل؟ نبي تصريح هذا حق غزل خالد تعود الخيط ما شاء الله تركي ما شاء الله انا صار لي ساعه ماسك ما حسيت اخوي عبد الله الغيلاني هلا احنا تكلمنا عن وشار المحامل واخر لنج وشرناه هنا في قطر عندنا الجلبوت نعم في عمان للحين مستمرين بوشار اللنجات عندكم؟ نعم الان مستمرين لكن الان اللي حصل اغلب السفن جات بالفيبر جلاس الان الموجود عندنا في صور الان سفن السماجه اي نعم من الخشب سفن صغيره هذه كانت اول من خشب وعلى فكرة كان أول أغلب سفن اللي القطر موجودة في الصور يكون عارف إيه نعم ونوجه تحية للأستاذ المول سبيت العلوي أستاذ سبيت العلوي والأستاذ صالح رجب حسون العريمي هذا لا زال صالح رجب لا زال مصنعهم في صور يستغلوا وأغلبية صناعة السفن اللي موجود عندهم الكم لها القطر ما شاء الله كل السنابيق اللي موجوده هناك كلها حق هالقطر نعم. يشرون حق هالقطر كلها يشرون نعم. حق هالقطر في نعم. واحد منهم وصار القطر حق المحامل الخشبيه نعم نعم قاموا يتعاملون اخوان من عمان ما شاء الله لان وشره عمان صراحه من عقب الكويت هي الدرجه الاولى في ما شاء الله عليهم الكويت دائما في الحلا يعني لكن الحين الكويت ما عاد يشرون طبعا هالصور عمان متصدرين صراحه المتخصصين بس للحين موجودين لين يومنا نعم نعم ورشه الوالد صالح بن رجب بن حسون العريمي نوجه له كل التحيه والاحترام لليوم يعني محافظ على التراث وهو واولاده وعنده ورشه كبيره واصبحت حتى مزار سياحي لما يجون السواح عندنا في صور ويجون حتى انا لما اجي مع ضيف او حاجه اعتز اني اروح الورشه ويشوف صناعه السفن العمانيه بس بغيت اضيف حاجه تكلم الدكتور عن البحث البحري او احنا في عندنا في الصور ايضا في الوقت الراهن في عندنا اثنين اليوم نوجه لهم التحيه والاحترام الاستاذ الشيخ حمود بن حمد بن محمد الغيلاني والاستاذ ربيع بن عنبر العريمي يمكن الدكتور يعرفهم هم الان شباب ما شاء الله عليهم مهتمين في البحث عن البحار لان من فتره السبعين الى فتره التسعين وقفت الناس في وقف ما في نشاط ثقافي ما في بحث ولكن استاذ حمود واستاذ ربيع جزاهم الله خير الان بدوا يجددوا وبديتكم من البيت استاذ حمود بدا كتابه في البحث عن نواخذه وعن صناعه صفر سفن في صور 60 نوخذه ما شاء الله وبقول لك حاجه انا والله العظيم يعني مشي لما شفت اول نسخه من كتاب استاذ حمود الغيلاني والله اني بكيت ليش؟ لان فيها صور النواخذ اللي متوفين اغلبيتهم متوفين
عمل عمل كتاب نسخة أخرى جاء فيها الآن توسع، جاء فيها إلى 300 شخصية عمانية تشتغل في في علم البحار. 300 شخصية، فما شاء الله عليه وصل مسندم، وصل حتى عدن، وصل كل مكان يعرف إن في مكان جو فيه هالعمان أو هالصور أو أي مكان جو فيه يعني راح لهم وزارهم وعرف كلهم. احنا مثل مثل انا اوعدك اوعدكم ان شاء الله نجيب من الفات اثنينكم. انا هذا اللي بقول. نعم نعم ان شاء الله لكم دين علينا نجيب لكم اياه. احنا شوف اللقطه الحين اللي على اللي راحت، اللقطه اللي كانت على شاشه قناه الريان، وانا عندي بعد لقطه كانت يعني من بعيد على على الكتارة. ما شاء الله عده محامل الحين ما شاء الله وصلوا عدد محامل 85. الوالد ابو عبد اللطيف ابوي لحقت على بشار اللنجات على سياف وين هني في الدوحة؟ اي نعم لحقت على واحد الخال وشر وقالوا لي في كل هالسور ما شاء الله مو بهالقطر كل هالسور هالسور كان شروع عندنا في الدوحة في الدوحة نعم ما شاء الله. متى هي سنة كم هذه؟ والله سنين عاد وين ادري كذا، انا يمكن عمري 7 سنين. 7 سنين؟ اي ما شاء الله. البيت صالح سليمان هني. يبا شوف اللقطة يبا ايش رايك؟ ايش رايك منظر محامل وهي واقفة كذي من فوق؟ هذه واكل الاستوديو مالنا روعه روعه. نعم هذه هذه بالطياره عندنا الفانتوم ما شاء الله ما شاء الله روعه. تفضل قال لي في كل هالسور كل هالسور وتقريبا المحامل كانت اغلبيتها جلابيت صحيح اذا بخاف ظني ولا سنابيل مسوينها سنابيل سنبوق ما شاء الله يعني قطر مثلا تعرف يعني الحين قطر فرضه عندنا مشهوره بالسنابيق اكثر شيء لا فرضه البندر ولا فرضه من صوب الكويت البوم والسنبوق كل دولة لها اختصاص فأحد الأنواع. إيه كل شيء. والبحرين لا. البحرين يبون جلبون. يعني قبل بداية القرن العشرين أغلب بقاقير. بقاقير. اللي بقارة. أغلبها قبل. البقارة. إيه. البقارة موجودة عندنا حمد هني. إيه موجودة. وين هاي واحدة فيهم؟ أكاي. هذه البقارة. هذه أي بقارة. هذه البقارة. هاي البقارة. هذا هي قدامك. هاي البقارة. إيه. هذه البقارة. إيه. بس بعدين عاد ايه طبعاً الأول كانت في سنابيق بس قبل الأغلبية كانت بقاقير تصميمها تقريباً وين كان من أي دولة أخذوها التصميم دي؟ صحيح هذه الناس مستفيدة من بعض يعني ما تقدر حركات من الهند لأن أغلب الأقوال شو اللي يميز البقارة؟ عشان أنا عارف أن هذه بقارة شو يميزها؟ الحجم أصغر الحجم أصغر وفي الغالب ما لها فنة يعني بس إنما أبوني يمكن أخبر في القضية ذي ايه انما هي اصغر حجمها وتختلف يعني حتى تشوف اختلاف عن مثلا الشوعي صدر والتفر يعني صدرها وتفرها واحد ما لها رقعه وممتده ما شاء الله ما لها رقعه لا رقعه ما هي ورا ما لها رقعه في حين السنبوق والجلبوت لهم رقعه لهم رقعه انا اخوي حسن تركب لها بكينه ولا هذه لا هاي ما تركب لا ما تركب ما لها رقعه شلون تركب لها بكينه نعم احنا جبيبه من ورا نعم احنا يمكن قال مساء كلمه ابوي يعقوب ابو يوسف قال ان هذه يعني الزمن راح وشارت اللنجات لكن في ما زال عندنا من الناس اللي محافظين على التراث اخوي نعم ناخذ حسن عندك العماره امس خذنا معاك احنا ناقل خارجي اذا يعني اذا تعطينا نبذه عن هذه العماره شو اللي يعني دفعك انك انت تحافظ على هذه المقتنيات القديمه اصلا مش محاكاه للقديم ولكن هي اصلا قديمه انت جمعتها لو تكلمنا عنها وليش ما تنعرض هذه الاشياء في مكان معروف في دوله قطر عشان الناس تزورك وتشوف هذا المكان وايضا حتى طلاب المدارس ممكن يزورونك ويتعرفون على هذه والله المعدة. حاولت اني احصل لي مكان وخاصه يعني المكان المناسب انا عارفه وين والجماعه يعني عارفين وين على سيف الوكره او سوق واقف الوكره ودي ان انا يعني العماره هذه هي الوحيده تقريبا الحين في الخليج اي وهي اللي هي عندنا في قطر وانا املكها هذه نعم وطبعا كل الاشياء فيها هذه انا مجمعها من قطر موجوده في قطر يعني نعم الاشياء القديمه اللي فيها ففي بعض الناس مثل ما تقول ما يعرفون قيمه الاشياء هذه ايه؟ لما يشوف قديمه فانا اجمعها واشتريها بال يعني كل ما القيمه اللي يقولها لي راعيها هذه العماره الحين تكلم عنها عمارتها الشرق اي نعم إيه؟ فهذه هي العمارة الوحيدة تقريبا في الخليج موجودة في قطر إيه؟ وأنا أتمنى يكون أن لها مكان ثابت بأن أني أدعي أهل يعني أدعي المدارس إيه؟ أني أشرح لهم شلون كانوا أهلنا في السابق أو أبهاتنا في السابق شو اللي يبيعونه في العمارة شو محتوى العمارة ذي إيه؟
باذن الله ان شاء الله. الحين اكثر الناس ما يعرف يسمع العماره، العماره مش مبنى. نعم. العماره شنو دور العماره؟ شنو دور العماره قبل في دور العماره قبل هي اللي الله يسلمك جميع تجهيزات السفن او خدمه السفن في العماره هذه. نعم. في يعني انا لو بتكلم لك يمكن يبغي لي يوم كامل ما خلص، لكن انا اعطيك نبذة. احنا ان شاء الله معانا في الحلقات الجايه باذن الله. فالنبذة الثانيه ايه، كانوا اهل الخليج لما يجون مثلا العماني مثلا الكويتي مثلا ايه؟ موجود مثلا في عمان ايه؟ يبي يروح الكويت ما محصل له الوسيله اللي توصل الكويت، فيركب من عمان لو جاي مثلا حد المحامل جاي من الهند او من اي جهه أي. يركب من عمان اي قطر عند وين؟ يلفي عند راعي العماره. راعي العماره، راعي العماره راعي العماره يتكفل فيه، يتكفل فيه لين يجي حد من عمان يوديه، لين لا لين يجي الكويت. محمل أي. رايح الكويت اي، فالمحمل اللي جاي من بيروح له؟ بيروح حق راعي العماره. نعم، يعني لها دور، نقدر نقول اقتصادي، ولها دور ايضا اجتماعي، طبعا طبعا لها دور كبير. واحنا ان شاء الله نتمنى انه يكون يعني الدعم موجود لهذه العماره اخوي حسن، خصوصا ذكرت انك ما تبي من وراها ربح مادي، انت بس انا شوف تعرف انا ودي اعرف الجيل الحالي عيالنا ذولي الحين أي. عيالنا الله يبارك فيهم، يعني ما بعرف يعني لازم تشرح لهم كل شيء ان شاء الله، او تخليه يشوفه على الطبيعه ان شاء الله باذن الله. ودي انا لو حسوي العماره هذه اني ادعي اهل المدارس ان شاء الله. ان شاء الله احنا نشكرك، واحنا يعني داركنا الوقت ولا تنمل قعدتكم، واحنا الله يعلم ان دائما الاجواء الجميله والحلوه تروح تمر بسرعه. اشكر الوالد والدكتور يعقوب بن يوسف الحجي من دوله الكويت، شكر جزيل لك، وايضا اشكر الباحث في التراث احمد بن خليفه العسيري، اشكرك واشكر تواجدك وتلبيتك دعوات اليوم، ايضا اشكر خليفه حسن بن عيسى الكعبي النوخذه، وايضا اشكر اخوي صالح بن خلف المناعي، اخوي صديقي واخوي الكبير بعد ابو خلف، ولا لك عذر يا ابو خلف لين يوم السبت، وايضا اخوي من دوله عمان اللي مشرفنا كل ليل عبد الله بن محمد الغيلاني، والوالد احمد بن عبد اللطيف المسلماني، يبا شرفتنا اليوم ونورتنا بحضورك واضفت لنا، جزاك الله خير، جزاكم الله خير جميعا. ونشكر ربعنا الموجودين الندباء عبد الله بن عيسى الخليفي وغانم المعاضيد، يا مرحبتين فيكم يا ربع، وما قصرتوا على هالتغطيه الطيبه. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حلقتنا، الحلقه الثالثه من تغطيتنا الخاصه لمهرجان كتارة السابع للمحامل التقليديه، مستمرين وياكم باكر واللي عقبه ان شاء الله في تغطيه خاصه لرحله بننقل فيها رحله محمل فتح الخير ان شاء الله، وبننقل باقي الفعاليات، وكذلك انطلاقه مثل ما قلنا محمل فتح الخير 3 ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نكون وياكم كامل التغطيه ان شاء الله باذن الله. اعزائنا المشاهدين، لا يعني تفوتكم حلقه بكره، واللي ان شاء الله بتشوفون فيها تفاصيل شيقه وجديده، ومنتابع خلالها انطلاقه رحله فتح الخير مثل ما قال اخوي حمد، واللي ترسل رساله محبه وسلام وبتتجه بمشيئه الله وحفظه الى دوله الكويت وايضا سلطنه عمان الشقيقتين. تابعونا بكره ان شاء الله، وفالكم طيب وتمسون على خير. فمان الله. والموسم طويل يا ناس.